سامية طبعا بالبداية بشكركم لقدومكم اليوم للمشاركة بالندوة يلي هي جزء من مجموعة ندوات حوارية تحت المسار العام لإعطاء الصوت للنساء السوريات وإعطاء المنبر للنساء السوريات. طبعا الندوة اليوم بشكل رئيسي بتتحدث عن دور القبيسيات وهي مجموعة دينية أصولية موجودة بسوريا كأداة للهيمنة على المجتمع السوري. قبل ما نبدأ بالندوة بدي أبدأ بالشكر لميزون دي لافي أسوسياتيف إي سيتويان بالدائرة 12 في باريس لإتاحة المكان دائما لنا بشكل مستمر والقاعات لإقامة ندواتنا. وبالتأكيد بدي أشكر الصبايا يلي كان عندهم المبادرة الرائعة بالحديث عن هذا الموضوع اللي هو شديد الأهمية وشديد الحساسية بنفس الوقت. طبعا انطلاقنا للحديث على عن موضوع القبيسيات بشكل رئيسي بيدخل بإطار الحديث عن أدوات هيمنة نظام الحكم الحاكم سوريا لمدة 5 عقود الأسد، نظام كيفية هيمنته على المجتمع السوري بشكل عام وما هي الأدوات التي يستخدمها للهيمنة على المجتمع، لكن بشكل خاص أيضا الهيمنة على المرأة السورية وعلى نشاط المرأة السورية. بالنسبة لعضوات غونيسانس دي فام سيريان منظمتنا يلي عم تقوم بها الندوات، نحن نعتبر أنه المرأة لها دور فاعل ورئيسي في المجتمع، فبالتالي السيطرة وتجميد وتقييد دور المرأة بالمجتمع هو أداة رئيسية لأي نظام قمعي، وتحرر وتحرير دور المرأة وأعطاء كافة حقوقها ومكانها الحقيقي بالمجتمع هو عامل من عوامل نهوض المجتمع وله دور أساسي بمستقبل سوريا. طبعا قبل ما اعطي الحديث للصبايا رح ابدا بصوره بحب دائما اعرضها ببدايه ندواتنا. هي الصوره بترجع لعام 1930. بالحقيقه عام 1930 استضافت مدينه دمشق ونساء السوريات مؤتمر المراه الشرقيه. مؤتمر المرأة الشرقية لما بنقرأ التوصيات اللي خرجت عن هالمؤتمر بتضاهي بالحداثة التوصيات اللي بنتحدث فيها نحن بهذا اليوم، منها نشر العلم وتمكين المرأة علميا، ومنها أيضا تمكين المرأة سياسيا، تمكين المرأة اقتصاديا وبكافة أنحاء بكافة مجالات الحياة اليومية. التركيز على هالمؤتمر هذا بدل كيف كان مسار المرأة السورية بسوريا قبل حقبة القمع وحقبة الجمود وتطور المجتمع السوري. طبعا ايضا صورة ثانية بسيطة لإظهار مشاركة المرأة السورية النساء السوريات بالانتخابات، وكانوا النساء السوريات من اوائل النساء في العالم يلي بيشاركوا بالعمليات الانتخابية. طبعا بشكل سريع بعد استلام الأسد للحكم تم احتواء وتجميد كافة أطر الحياة الاجتماعية، يعني حياة الجمعيات، المنظمات المدنية، منظمات المرأة، الحياة النقابية بكافة النواحي تم السيطرة عليها من قبل الأسد، وتم تحوير دور المرأة بشكل أساسي لقطبين، إما قطب حزب البعث من حيث اتحاد العام النسائي واللي تم حله مؤخرا بالمناسبة، والقطب الآخر هو قطب القبيسيات وهي منظمة دينية تعمل بشكل رئيسي على نشر وترويج الأفكار الدينية. طبعا الصورة الثالثة بتظهر مرحلة السنوات الماضية واللي خلالها تم إنشاء ما يعرف بلبوات الأسد، وهن النساء بيحملوا السلاح للمحاربة للدفاع عن الأسد. من ضمن هالأدوات الهيمنة والتأطير المجتمع حديثنا اليوم رح يكون بشكل رئيسي على منظمة القبيسيات، وهي منظمة مرخصة بشكل كامل وحتى مدعومة بشكل كبير جدا من نظام الأسد. طبعا للحديث عن هذا الموضوع معنا 3 عضوات من غونيسانس دي فام سيريان، ورح أشكرهم مرة ثانية. الأستاذة لانا الملازي إجازة بعلوم الآداب وتحضر حاليا لماجستير بالعلوم الاجتماعية. الدكتورة آلاء مرعشلي محاضرة وباحثة بعلوم الرياضيات، والأستاذة نور خربطلي طالبة بالعلوم السياسية. رح نبدأ مع الأستاذة لانا اللي كان أيضا لها تجربة مع القبيسيات بالحديث بداية عن برأيك شو هو سبب وجود القبيسيات والهدف الرئيسي من هالمنصة.
هلا مساء الخير جميعا، شكرا لوجودكم، بتشكركم. هلا السبب الرئيسي لوجود هاي المنظمة هو عدم وجود البديل. انا كدمشقيه كنت عايشه بدمشق، فاذا بدي اوصف في مراحل الطفوله كنت كثير دور على نشاطات مثل ما تفضلتي انه نظام الاسد هو اضطر كل شيء نشاطاته من منظمات مدنيه تحت الشبيبه، سواء الشطرنج سواء مكتب الموجود بالجامعه، فكان كله تحت سيطرته تحت مثل ما بنقول كان خاضع له. فليش انوجد؟ انوجد كبديل للمجتمع المدني. هلا مثل ما تفضلتي انت انه هو كان مرخص، هو ترخص بال 2005، هو موجود من عام 1975 اللي اسسته هي منيره القبيسي، وانتشر بجميع الوطن العربي وحتى باوروبا كمان، في له لحد حاليا لحد الان في له كثير نشاطات. هلا هدفه الرئيسي هو السيطره على الاسره من خلال المراه السوريه، من خلال المراه اللي هي امه واخت وزوجه، يعني هي امه واخت وزوجه وهي بنت وهي حتى طفله. فلما نحن بنسيطر او نخضع يلي هو يلي هي نص المجتمع وعم تربي نص الثاني بالمجتمع، فنحن سيطرنا على كل المجتمع. من خلال تجربتي، من خلال حتى مراحل طفولتي، حاولت كثير انه ادور وابحث على شيء يعني مثل ما نقول الطاقة الموجودة على كل مواطن مشان تكون موجودة لخدمة هذا الوطن، فما كان في بديل. تعرفت عليهم أنا لما كنت بالجامعة. هلا أنا كان أسرتي هي كانت عبارة عن جميع الأديان، جميع الطوائف، حتى جميع المناطق، فكانت عبارة عن مختلطة جدا، فكان الاختلاف بالنسبة إلي هو جدا جدا طبيعي، وبالعكس هذا الغنى اللي بيغني المجتمع السوري. لما وصلت على الجامعة صرت كمان عم فكر، لقيت في المكتب اللي بيتبع لاتحاد الشبيبة أو اتحاد العمال واتحاد الفلاحين كله بيتبع لحزب البعث العربي الاشتراكي. هلأ تعرفت عليهم عن طريق دعوة، عن طريق صديقتي ومن طريق المعارف، إنه تعي نشوف شو ممكن يقدمونا كبديل لنعمل نشاطات. هلأ هي عبارة عن، يمكن أنا حضرت مرة أو مرتين عندهم لشو لأتعرف على هاي المنظمة، وبصراحة هن هدفهم فقط خضوع واستسلام المرأة وتوظيفها حتى سياسيا. يعني المرأة سواء كانت زوجة أو أخت أو بنت هي لازم تكون خاضعة ولازم تكون مستسلمة بي، ودائما كانوا يوصفوا الأحاديث الدينية والقرآن لي، يعني الدين لي، مثل إثبات أن المرأة لازم تكون خاضعة ولازم تكون مستسلمة. بالنسبة لإلهم أنا لما دخلت أنا ما لي محجبة، ما كنت محجبة، فكان في عندهم، هن بتدخلوا كثير بالتفاصيل، كان في عندهم هذا التفصيل كثير مهم وما في عندهم نقاش فيه. وحتى انا بتذكر انه صرت اسال اصدقائي انه هل يا ترى في حوار، في مناقشات، في تفسير للقران مثلا؟ ابدا ابدا، كان عباره فقط عن تلقين وعن غسيل دماغ عم يتم كل جلسه من دون اي، ممنوع حتى تسالي بالنسبه انا اللي شفته. وكانوا يستهدفوا العائلات الدمشقية العريقة، بما أنه النظام كان هو والتجار كان وجهين لعملة واحدة مثل ما بنقول، كان يوظفوا التجار لخدمة هذا النظام، فكانوا يستهدفوا العائلات الدمشقية العريقة والتجار الشوام يلي إلهم أثر بالاقتصاد السوري. هلأ بتذكر انسحابي منهم، أو حتى ما دخلت لحتى انسحب من هذا التنظيم، لأنه بلشت أسأل، يعني من أول جلسة بلشت أسأل ما دخل الحجاب بالأخلاق، ليش ما نحكي عن الإخلاص، عن الصدق، عن النظافة، كيف لازم ننظف حتى الوطن، يعني مو بس النظافة الشخصية والطهارة من وجه الدين. صرت أسأل كتير أسئلة، فكان ردهم أنه أنت السبب أو وا 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 وا. فكانت عبارة عن جلسة أو جلستين انسحبت منهم أنا بقول يعني كتير منيح، وكان عندي حظ إنه أنا انسحب. كنت أنا مالي خاضعة، مالي مستسلمة، بحب أقتنع لحتى أعمل الأشياء وأعمل النشاطات. بس للأسف أصدقائي أو قسم من المعارف اللي عرفتهم، مع أنه عرفوا هذا التنظيم كان بالجامعات، يعني كنا بعمر كبير، فضلوا منساقين لإلهم، وضليت عم بسمع الأخبار اللي عم تجي، وتأكدت إنه من خلال هاي الأخبار إنه هدف تنظيم القبيسيات هو لخدمة النظام السوري. لأنه سمعت كذا مرة بكتابة تقارير من ضمن الحلقات القبيسيات،
وإرسالها للنظام السوري. كان أحياناً يصير في خلط بالتقريرين، فكانوا التقريرين ينكبوا لأنه يعني كانوا يحطوا رأيين مختلفين، مع أنه هالحلقة كانت عبارة عن القبيسيات عن النساء، بس كانوا موجودين. وهذا اللي فاجئني، وهذا اللي حسيته هو كتير خطر على المجتمع السوري وعلى المرأة السورية اللي عم تنجر لتهتم فقط بالتفاصيل الصغيرة اللي ما بتغنيها ولا بتقدر تساعدها لبناء بيت أو بناء مجتمع أو بناء حتى وطن. وكان من العوامل اللي ساعدتهم كمان للانتشار أو بضمن يعني بضمن هي الحاضنة أو وجود حاضنة لتدعمهم، هي جزء من تسلط الذكور بالمجتمع السوري. المرأة مو دائما، المرأة السورية بآخر فترة طبعا كانت تشتغل أو تطلع برا البيت، فلحضور درس دين كتير سهل بالنسبة للأخ أو الرجل أو الأب، بالعكس كان ينظر لك فخر إنه أنا زوجتي أو أختي أو صديقتي أو مين ما كان يحضر درس دين، معناتها إنسانة ملتزمة، إنسانة محتشمة، إنسانة بتتأمن لتعمل بيت. بالنسبة لأنه كان يصير في كتير كمان خطب ومن خلال هي الحلقات. هلأ هي ضمن مشاهدتي القصيرة كتير يلي شفتها، بس لهلأ أنا للأسف متابعتي لهلأ التنظيم، وهو اعترف فيه على فكرة بال 2005، وأنا لما رحت كانوا كتير يعملوا هالة إنه ما بصير حدا يعرف، امشوا شوي شوي، ما لازم كل عشرة يفوتوا سوا. فهذا كله عبارة عن هالة إنه نحنا لا، نحنا مو مع نظام أو مو مسمح لنا نشتغل، بس هذا الحكي كله مو صحيح. ويلي بيثبت هذا الشيء هو آخر كم سنة لما نظام السوري وبشار الأسد التقى فيهم لا 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 ليكونوا لخدمة استمرار هذا النظام والنظام الديكتاتوري. لا أنا حكيت كتير نقاط مهمة. في جملة ذكرتيها وأنا سمعتها كمان بشهادات تانية، وهي لما تكون أي امرأة أو سيدة بترفض شيء معين أو بتناقشهم، فبيتوجه الاتهام لها أنه أنت الحق عليك، بما معناه رح نقولها بالعامية أبصر شو عاملة، لحتى ما عم تقدري تستوعبي هذا الأمر، أو حتى ما عم تقدري تتحجبي، أو حتى ما عم تقدري كذا. فهالنوع من تحميل المسؤولية للمرأة أو يعني إعطاها الإحساس بالذنب، ويلي في كتير من الحالات كمان، يعني أنا شاهدت نساء وسيدات أو حتى فتيات يعني شابات بعمر صغير يبلشوا فعلا يسألوا حالهم يا ترى أنا شو عاملة لحتى ما عم هاد. يعني هون في عنا هالموضوع الغسيل الدماغ والضغط النفسي بشكل أو بآخر. شو برأيك شو سببه ولوين بده يوصل؟ السبب بعدم التفكير، عدم إنه الإبداع. ما يعني أنا اشتهيت مثلا اسمع شي مرة إنه عم يحكوا عن العلم، عم يحكوا عن جوائز نوبل، عم يحكوا عن الدراسة، عم يحكوا عن أي شيء ممكن يفيد المجتمع، ممكن يفيد الأسرة السورية حتى. ودائما عندهم هي احساس بالذنب وجلد الذات، ان المراه هي سبب تخلف المجتمع، المراه هي سبب عوره، المراه هي سبب بنزول غضب الله علينا، عدم احتشامها هو و و و. دائما المراه عندها احساس اللي موجوده بتنظيم القبيسيات، عندها احساس بالذنب وبجلد الذات، ودائما الدموع كانت غالبه هي الجلسات، ودائما الاستجرار العاطفي. ما بعرف ليش المرأة لحتى تحس هي المرأة انه هي السبب بتخلف، هي سبب بالرجعية، هي سبب اذا صار حتى كارثة طبيعية هي المرأة السبب. فهذا الشيء كمان اللي خلاني انا انفر منهم، لانه المرأة هي كل المجتمع مو بس نص المجتمع، ومو هي سبب الكوارث الطبيعية، ولا هي بالعكس هي سبب بتنمية هذا المجتمع. أنا لما سألت سؤال لما كانوا عم يحكوا عن الحجاب، أنا الحجاب بالنسبة إلي هو حرية شخصية، هو ما بيخصني، بيخص المرأة بشكل عام، هو خيارة وهو بيدل على حريتها هي. فأنا لما سألت إنه أوكي ليش عم نحكي عن الحجاب، خلينا نحكي عن شيء تاني، فأنا قالوا لي نفس الجملة اللي حكيتيها، إيه روح اعملي حالك شو عاملة. فأنا هذا الشيء تركيزهم بالتفاصيل، تركيزهم باللباس المرأة، وحتى بأصغر التفاصيل ممنوع مثلا لباس المرأة، ممنوع الاستحمام إذا ما كنتي حتى لابسة، فكان يدخل بأدق تفاصيل المرأة، بدخول على الحمام، بخروجها، بأكلها، بشربها. هو سيطرة كاملة للمرأة، ولازم تكون خاضعة ومستسلمة دائما. يلي كمان خلاني انفر من هذا التنظيم هو الخوف من
إذا فينا نقول البوس الأنس الدين الكبير هو أكثر خوف من رب العالمين يلي هن بيدعوا لطاعته لممارسة الشعائر و فكان كتير عادي إنه نحن نكذب مشان ما تزعل مننا الأنسة بس هو الهدف المفروض يكون الله بمنظورهم يعني لحتى ناخذ حسنات فما في مشكلة نحن ناخذ سيئات بس الأنسة ما تزعل بس رب العالمين معلش إذا زعل يعني في كتير كان تناقضات جدا جدا بهذا التنظيم وللأسف قدروا يستجروا كذا 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 حاضنة شعبية لعدم وجود البديل تماما. هلا النقطة اللي حكيتي فيها نقطتين كمان مهمين، موضوع إظهار أو تكريس فكرة المرأة الضحية والمرأة اللي هي بحاجة لحماية وبحاجة إلى آخره حتى لو كانت الآنسة يعني، والتناقض بين المفهوم الأخلاقي للموروث الإنسان أو الموروث الديني وبين اللي ما يمكن أن يحصل نتيجة للحصول على تربية الأنسة أو إلى آخره، وهذا الشيء كمان كتير بيتكرر بالشهادات عن هالموضوع هذا. طيب رح ننتقل نحن للشهادة الثانية ونرجع بعدين بالنقاش وبالأسئلة ونرجع كمان نعطي دور لأعمال ثانية. شكرا كثير. اول شيء مساء الخير، حابه اشكركم على حضوركم وعلى اهتمامكم بالموضوع واهتمامكم بانه تسمعوا شهاداتنا وتعرفوا اكثر عن القبيسيات. اليوم ماني جاي احكي عن ايماني او عدمه ولا عن وجهه نظري بالاديان. حابه اقول انه انا ولدت ببيئتين مختلفتين تماما، بيئه كثير منفتحه ويمكن زياده بالنسبه للبيئه الثانيه. البيئة الثانية كانت ملتزمة أكثر بالدين، وأنا صغيرة بحكم سكني بمنطقة فيها تواجد للقبيسيات، صديقة لوالدتي اقترحت عليها وأنا بعمري 5 سنين إنه ليش ما بتبعتيها على دروس بالبناية، يعني بتبلش بتتعلم شوي شوي، وأمي ما كان عندها مانع كثير بوقتها. فرحت وبلشت وضليت مستمرة لتقريبا عمر 13-14 سنة. الانتقال كان كتير واضح للعائلات مثل ما ذكرت لنا العائلات اللي جايين منها الأطفال، بس رح تحكي آلاء أكثر عن الموضوع. حابة بس أحكي عن الجوائز التحفيزية اللي كانوا يعملون إياها أو الطريقة اللي كان يتم التعامل فيها معنا كأطفال لحتى نتشجع أكثر، نحفظ قرآن أكثر، نلتزم أكثر، إنه يخلونا نكون فعلا ملتزمين وما عم نفكر بشي تاني غير إنه نحفظ وندرس، مو ندرس العلم قصدي، ندرس القرآن أكثر. وكان في كمان شغلات تحفيزية لأداء الصلوات. سميرة سمحتي، شكرا. تاني وزعولنا، هلأ أنا حاولت أعمل مثل إعادة تشكيل لنفس الرسمة اللي تاني وزعولنا إياها كل أسبوع. عنا أيام الأسبوع، وطبعاً البوزة هي 5 حبات كل حبة صلاة، فبس نلون الحبة معناتها نحن صلينا الفرض، وطبعاً اللي بيلون أكثر شيء هو أحسن شيء. ونحن كأطفال طبعاً أكيد يعني بدنا نلون كل الرسمة، فبالنهاية بدنا نحاول قد ما فينا نتشجع أكثر لحتى نلون الرسمة كلها. وبالنسبة لحفظ القرآن كمان كان في اسم، كان في مثل ما شايفين إنه نحنا كل نحلة هي بتمثل طفل، وطبعاً كل نحلة كان في طبعاً اللوحة كانت أحلى بكتير من اللي شايفينه اللي أنا عملته. كانت كل نحلة بتمثل طفل عليها اسمه، وكل ما مشي جزء أو كل ما مشي صورة أو إلى آخره كان بيتقدم، واللي بيتقدم لآخر الجزء فهو هذا بياخذ جائزة بالمرة بالشهر لما تمر الأنسة الكبيرة توزع الجوائز. طبعا أنا كنت من، ما بدي أحكي عن حالي كثير، بس أنا كنت من الأطفال المميزين لأنه بحفظ بسرعة. وكان اسمي نور، والاسم هو بالنسبة لهم محمود وحلو. وكمان بفترة ثانية انتقلنا نحن من بيتنا، فكانت الأنسة المشرفة، مو الأنسة الكبيرة، المشرفة، رح أحكي أكثر عن التقسيمات شوي. رح أحكي أكثر عن التقسيمات بعد شوي. فكانت الأنسة المشرفة هي تمر تاخذني وتوديني على الدرس مع مجموعة طبعاً من الأطفال، فأنا كمان كنت مميزة لأنه أنا مقربة من هي الأنسة اللي هي تاخذني وبتجيبني، ف
فمعناتها انا حدا كثير كنت بيناتهم اي مميز. بفتره ثانيه بهي الفتره تقريبا كان تغير البيت اللي نحن بنروح له وصار بيت عائله كثير عريقه ومعروفه بالشام، انا ما بحب ماني حابه اذكر الاسم. فكان البيت من جوا شبيه بالقصر، نفوت ففي حدا بياخذ الخادمات بياخذوا الجواكيت وعفوا الكنادر بياخذوهم على الباب، وبعد فتره صار كمان بياخذوا التليفونات. وقت اللي كبرت شوي صار نزلت التليفونات الموبايلات وصار بياخذوهم بيحطوهم بسله لخزاين وصناديق مخصصه لهذا الشيء. يعني كان في مثل قاعات موجوده اصلا لحتى نحضر فيها نحن الدروس. وطبعا كل شهر كانت الانسه تجي تعطي مثل ما قلت لكم هديه للاطفال المتفوقين. حابة احكي عن اول مرة رحت فيها، كنت مثل ما قلت لكم بعمر صغير. فبهي المرة انا رحت سألتني دغري الانسة اول ما فتت متوضي، فانا انه رديت بكل صدق انه لا، قالت لي افوتي توضي. فهون كان العذاب، امي كانت باعتني بفستان وكولون ودنيا شتة يعني، فانا كطفلة بعمر 5 سنين بدي فوت اتوضى واشلح الكولون والبس الكولون وما اعرف نشف وتلبكت وصرت بس بدي ابكي وكرهت حالي وراح علي نص الدرس. فانه خلص من المرات اللي بعد صرت انتبه لهذا الموضوع، لانه كمان في نظرة الاطفال الثانيين وقت اللي تسالني انه انت متوضي الا لا، فانه طلعوا فيني كانه امي بعتني وسخه او انا نفسي يعني انه شو هاد، بيطلعوا فيني شو هاد الشيء الغريب يعني كائن غريب. فصرت انتبه، او احيانا كنت اكذب واكره حالي يعني انه انا ما بيصير اكذب. يعني كطفل واحد خلص بالنسبه له انه انا ما بيصير اكذب، بس ما بدي اتعرض لنفس الموقف اللي انحطيت فيه باول مره، وفيما بعد حاولت كثير انه اتجنبه. يعني حابه ارجع لنقطه التوزع الجغرافي. كان في بالشام كثير بيوت بالمزه، ابو رمانه، المالكي، شارع بغداد، بشكل عام بقلب دمشق، بكل منطقة كان فيها غالبية سنية وكانت راقية نوعا ما. يعني هذا كان عشان نكون واضحين بصراحة، لأنه هيك فعلا كان التوزع البيوت اللي منروح عليه. هلأ آلاء رح تحكي أكثر عن التوزع الجغرافي بما يخص الريف، لأنه في أكثر توزع أكثر، بما أنه كمان في غالبية بالريف غالبية سنية بسبب يعني طبيعة التوزع السكاني بالمكان. كمان كان في نقطة تانية انه كانوا يتحكموا بقراءاتنا، بس كيف؟ كانوا يجيبوا لنا قصص، طبعا القصص كلها قصص دينية والى اخره، فبهي يعني والقصص نحن مو مسموح ناخذها على البيت، بنقراها بالمكان، عنا ربع ساعة بنقعد بنقرا فيها على حسب شو بنخلص والى اخره. كانت القصص طبعا كلياتها عن الأنبياء، قصص الأنبياء، قصص الرسل والصلاة، ومثل ما قلت لكم الكتب هن بيرجعوا بيحتفظوا فيها ونحن ما مسموح انه ناخذ شيء على البيت. يعني حتى انه يكون في رقابة للأهل بمرحلة معينة كمان عم تلتغى، صار الطفل هو ملكهم. ايوه الطفل هو ملكهم نوعا ما. من بين الشغلات اللي حابة احكي عنها كمان تحويل الأغاني لأناشيد دينية، هي كثير كانت مطروقة. يعني انه مثلا اغاني ناسي عجرم، عاصف حلاني، حتى الهوارة والدلعونة اللي من التراث تحولت صارت كلها اغاني دينية، وكل شيء اغاني حتى قديمة الى ريتم سريع كانت كمان تتحول الكلمات كلياتها لتصير هي اناشيد دينية. وطبعا هذا يعني كله مشان يأثر على الطفل بكل يعني بكل نواحي حياته، عم بيحاولوا انه يأثروا على هذا الطفل حتى اذا بده يسمع موسيقى يسمع هي الاغاني ويحفظها. ذكرت لانا وآلاء كمان رح تحكي عن السلطه اللي كانوا يمارسوها ويعطونا الانطباع انه هي فعلا سلطه عليا. كانت الانسات اللي بيستلموا الاطفال هن انسات بحجاب ابيض، هي الانسه الاولانيه طبعا. وفي على وهن الاطفال بيتوزعوا 3-4 اطفال لكل انسه، وبعدين في عنا المشرفه يلي بتشرف على كذا حلقه من هدول الحلقات الصغار هي بحجاب ازرق. اللي بعدها هي الانسه الكبيره اللي كنا نشوفها كل شهر مشان تعطينا جوائز والى اخره، هي بحجاب كحلي.
الأعلى اللي كنا نشوفها بفترات بقى متباعدة أكثر هي كانت بحجاب أسود. الحجاب الأسود هو يعتبر على سلطة. هلا حابة أحكي عن الأنسة الكبيرة شوي. كنا نشوفها بفترات متباعدة مثل ما قلت، وطبعا بس لتجي حتى الكل لازم يبوس إيدها، حتى الأنسات يعني هي موجودة، فالرهبة والسلطة اللي هي عم تفرضها كتير كبيرة، لدرجة إنه حتى الأنسات المشرفات هم كمان بيردوا بيبوسوا إيدها، إلا إذا كان العمر متقارب أو أصدقاء، فهي كانت حالات يعني شوي نادرة بس موجودة. وطبعا هن كانوا كلهم اقل سلطه بوجودها، وبحضورها بيصير الجو مختلف، بيصير الجوائز تحفيزيه اكثر، ممكن حتى الاطفال اللي مانن الخشوع والخشوع طبعا والبكاء والى اخره. الاطفال حتى اللي كانوا مانن كثير متقدمين بالحفظ واداء الصلوات والى اخره، حتى هدول في لهم جوائز تحفيزيه لو انه اخف شوي، بس انه هي وجودها لازم يعطي بهجه للمكان، لازم يعطي بركة. تماما. ولما كبرت واهتميت اكثر، صرت اعرف قديش وجود القبيسيات مرتبط بوجود النظام السوري الحالي، لانه برايي لو ما كان هو بده اياهم يكونوا مستمرين، ما كانوا مستمروا مثل ما حكيت لنا، انه يعطوا هاله الخوف تبع انه ما لازم نطلع كلنا سوا، ما لازم نفوت كلنا سوا الى اخره. هي الممارسات كانت تكون موجوده، انه نحن ما بيصير، بس بنفس الوقت نحن كانت خليني اقول السيده المحجبه الانسه اللي تمر تاخذنا بسيارتها، كانت تاخذ 4-5 اطفال بسياره، واضح جدا من شكلها، وكان الاشكال واضحه يعني وقت اللي بنشوف بالشارع نحن بنعرف انه هي الحجاب الابيض لساتها مبتدئه، الازرق اعلى شوي، الكحلي الى اخره، بس يعني شكلهم حتى بالطريق واضح. فكيف النظام السوري ما بده اياهم يستمروا؟ مثل ما وقت اللي كان بالثمانينات الدقن هي تعتبر تهمه بالنسبه للرجل، فهي كمان ما كانت تهمه، فهو بالنهايه معناتها بكل بساطه فينا نقول انه لا، هو كان راضي جدا على انه الناس تلتهى بشيء ثاني غير السياسه، والناس تبعد عن الحياه السياسيه ويلغي الحياه السياسيه من البلد 50 سنه، والتهوا انتم، مو مشكله انا عم بعطيكم الحق انه تمارسوا معتقداتكم الدينيه خلال هال 50 سنه هي، بس بعدوا عني وبعدوا عن الاحزاب السياسيه وما تقربوا على اي شيء بخص الحياه السياسيه بالبلد. يعني بالنهايه كمان الناس ما عادت تدور على انه تمارس معتقداتها، انه قصدي تمارس حريتها بالتعبير بالكلام الى اخره. خلص انا عندي عم بقدر انه روح احضر دروسي، روح اصلي، تماما صار اطار حياتها هو فقط انه انا عم مارس معتقداتي الدينيه. هي سعيده وطبعا سعيده، ومو بس سعيدين ورضيانين عن حياتي عايشينها، ما عندهم مطالب اكثر، يعني ما عندهم طلب انه انا بدي احكي وعبر عن حالي. حابه انهي عند هي النقطه، وبتمنى اكون شهدت بشيء يعني عرفتوا منه شيء اكثر عن القبيسيات، وبدي اشكركم مره ثانيه لحضوركم وبس. شكرا كثير لك نور. قبل ما اعطي الدور لآلاء، في كثير نقاط مهمه ذكرتها نور بشهادتها. طبعا كان في تقاطع بين شهادتكم انتم الاثنين حول المحيط المتنوع مذهبيا، خلينا نقول اجتماعيا، اللي كان محيط فيكم. هذا بخليني يعني افكر انه قديش مدى تاثير هذا المحيط لنجاتكم من هالاطار الايديولوجي هذا اللي كان ممكن انه يقيد، واللي لا زال في سيدات ونساء وشابات لغايه اليوم مقيدين فكريا بهالامر هذا. ويمكن خلينا نفكر اكثر انه شو هي يعني العوامل، سواء العوامل الشخصيه، من هي المرأة القادرة على مواجهة مثل هيك غسيل دماغ بها الصورة هي اللي كتير شديدة حقيقة مؤثرة بشكل كامل، وشو هو نوع المجتمع يلي بيمنع نمو وبيمنع يعني هيمنة مثل هالنوع من الأدوات الإيديولوجية.
هلا اكيد متابع بهالنقطه هي بالذات بعد شهاده آلاء. وبس بدي ركز على نقطه كثير مهمه ذكرتها نور، انه فعلا الندوه اليوم يعني ما بتتناول الحديث عن الدين بقدر ما بتتناول الحديث عن استخدام الدين كاداه للهيمنه على المجتمع، وهذا يعني خلينا نقول السمه الاميز لنظام الاسد، واللي دائما بحاول يظهر بصوره العلمانيه، وهذا اللي بخليه ينكر أنكر بداية أنه هو حاضن ومرخص وسامح لهالنوع من الإيديولوجيات أنها تنتشر، لكن فيما بعد فتحت الصورة بشكل كبير جدا، سواء بالارتباط الاستخباراتي يلي شهدت فيه لانا، أو سواء بالارتباط السلطوي بين النظام وبين هالمجموعة. رح أعطي دور الأداء لحتى تقدم شهادتها قبل ما نبلش نقاش. تفضل. أول شيء مساء الخير للعالم، بشكركم جيتم، بشكر طبعا جمعيتنا ولنازون الاسوسياسيون دكتورة سميرة ينسى اللي اقترحت علينا هاي الندوة بتخصني شخصيا، يعني بما أنه التجربة لا بأس بها يعني مع القبيسيات. رح بلش بكيف أنا دخلت بجامعة القبيسيات. لما نجحت على الصف العاشر انتقلنا لمنطقة لمدينة اسمها حرستا بريف دمشق، بتوقع أغلب الناس بتعرفها لهذه المدينة. فيها نسبة من أهل الشام بحي الثانوية، فيها نسبة خصوصي بحي الثانوية، في نسبة منيحة من أهل الشام يلي هن أغلبهم سنيين. دخلت على المدرسة الثانوية، ما كان في غير مدرسة ثانوية عامة وحيدة للبنات. دخلت على هي المدرسة، وأول شيء يلاحظ بهذه المدرسة هو الكادر التعليمي. 90% من الكادر التعليمي بهي المدرسة هو من القبيسيات، بكل ألوان الحجاب يلي بتحبوها، الأبيض والأزرق السماوي والكحلي، لأنه في أبيض في أزرق سماوي في الكحلي الغامق وفي الأسود يعني. وهذا الشيء ما نوع عشوائي، هذا الشيء مدروس. هنن بيستخدموا وجودهم بالمدارس لحتى يقدروا يستقطبوا أكبر عدد من البنات يلي هنن بمرحلة عم يبنوا فيها، عم يتوجهوا فيها باتجاه معين. هلأ كيف كانوا يختاروا البنات؟ القبيسيات حاملات شهادات، هي نقطة كتير مهمة. فهنا كان بهمهم مقوم أول هي ذكاء البنت، قدرتها على الدراسة، قدرتها على الحفظ. النقطة الثانية أو المقوم الثاني عند البنت هو المكانة الاجتماعية للعيلة. والنقطة الثالثة هي المكانة القدرة المادية للعيلة. فالبنت يلي عندها أحد هي المقومات هي يعني مرشحة كويسة لحتى أنه واحدة من الأنسات تجذبها لحلقتها. هلا أنا كنت أقول على الصف دائما من الصف الأول، يعني ما حكي كثير عن حالي. وبنفس الوقت أنا جاية من عيلة شامية كبيرة ومعروفة. بتذكر كثير منيح أنه كان حتى عندي الخيار بالبداية أنه أنا أروح على حلقة هاي الأنسة وهي الأنسة وهي الأنسة، وبعدين أنا أختار بأي حلقة، يعني هنا بدهم ياني بأي طريقة، فأعطوني كمان حتى ثلاث خيارات. بالنهاية اخترت اني روح مع بي 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 مع واحدة من هدول الأنصات، وبلشت بقى تابع هالدروس. بدي اذكر نقطة مهمة بالنسبة لإلي انا كأنا. انا جاية من بيئة ملتزمة، يعني انا عائلتي فيها ممارسة للدين، بس للأسف الدين اللي كان بيتمارس بعائلتي هو الدين المتوارث. يعني بدي اسمح لنفسي اقول انه هو فيه نوع من الجهل. الصورة اللي بتعطيها القبيسيات عن الدين هي العلم، في علم وفي كتب وفي دراسة وفي أهل علم وفي مراكز علمية كبيرة مثل جامع أبو نور، كلها نعرف الفترة. فأنا يعني التجأت إذا بدكم من جو من التطبيق، بدي أقولها مرة ثانية، التطبيق الجاهل البسيط بعائلتي لهذا التطبيق يلي له صورة العلم والتفكير والأكاديمية. فدخلت لهي الجماعة وبلشت بقى أحفظ، وبلشنا دروس فقه الصلاة، فقه الطهارة، فقه الحج، فقه الصيام، فقه كل شيء بدكم إياه.
النقطة اللي كمان بتهمني كتير إنه أحكي عنها، إذا الإنسان متفرج خارجي بيطلع على المجتمع السوري وعلى إنه في عنا نظام حاكم، بيطلع على هالمجتمع وعلى النساء، بيلاقي إنه هالنظام عم يسمح للمجتمع للناس عم يسمح للشعب إنه يمارس دينه ممكن ما بده، في حرية دينية. هالنصها النساء محجبات، عندهم حلقات، ما في أي جامع من جوامع دمشق وبحتارف دمشق بيخلن حلقات الدين اللي هن وراهن القبيسيات. فللمتفرج الخارجي الإنسان بحس أنه والله النظام عاطي الناس حرية ليمارسوا دينهم، بس أي دين؟ هذا هو السؤال. نحن لما من فوق، لما أنا فتت ودرست معهم لفترة منيحة، في تركيز على محتوى ديني معين بينعطى للطلاب. بالأصل بغض النظر أنا عن رأيي بالدين الإسلامي، بغض النظر أن كوني مؤمنة أو لا أو ممارسة أو لا للدين، الدين الإسلامي لما إجا من 1400 سنة إجا ثورة عظمى، إجا مشان يحقق العدالة. طيب كيف هدول الناس عم بيطبقوا الدين وما لهم منتبهين أنه في ظلم وفي انعدام عدالة وفي نظام ديكتاتوري؟ ليش؟ كيف يعني في تناقض بالموضوع. فهي هون الانسان بيشوف انه طب هنا شو عم يعطون. لما البنت بتفوت على الحلقه او خلينا نقول بتصير جزء من هي المنظمه، بيتعبى راسها بتفاصيل ما لها معنى، تفاصيل طول تنورتي، سماكه تجرباتي، باي رجل فت على الحمام، حكيت مع هذا، طلعت بهذا، بينت شعره، تفاصيل 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 تفاصيل. الإنسان ما عاد عنده الوقت ولا حتى القدرة الفكرية لأنه يفكر بشيء تاني. يعني البنت بتتقيد بأشياء هي سعيدة فيها مثل ما أنت قبل شوي، لأنه هي عم تقرب من الله، الله عم بيحبها أكثر، فهي ما عم تشوف إنه في يعني عم بيحولوا تفكيرها باتجاه معين. هي سعيدة وهي مبسوطة وهي فكرة انه انا عم مارس وانا الله بيحبني وانا رح كنت على الجنة وانا 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 وانا. هاي النقطة كتير مهمة، ومتى ما الوحدة دخلت فيها للأسف من الصعب انه تقدر ترجع تشوف، تطلع لبرات القصة وتشوف شو عم بيصير. كان في ضبط لكل شيء، كان في ضبط للكتب. يعني أنا ضمن الكتب الدينية اللي أنا كنت أقراها كان مو مسمح لي أقرأ هذا الكتاب، كان لازم أي كتاب بدي أقرأ أمرق بالأنسة، إلا أنسة أنا بدي أقرأ هذا الكتاب، لا لسه بكير عليك أقرأي هذا الكتاب. ضبط العلاقات، اختيار رفقاتي، ببعض الحالات أنا شهدت حالات مين بدها تتزوج البنت لهون، كيف بدها تدرس. بتذكر كتير منيح كان في صبية طلع لها طب بشري بالبكالوريا وكان عندها خيارين، يا تدخل طب أسنان يا تدخل طب نسائي، خلاص الأنسة هيك قال. وبالنهاية دخلت طب بشري واختصت طب نسائي. فأنا اللي بحسه أنه أنا بالفترة اللي كنت فيها معه، يعني كنت عم عيش نهاري كله من الصبح للمساء، فتح عيوني الله معي، بنزلتي من على التخت بكل شيء بكل شيء بكل شيء، الله معي بتفاصيل ما رح تقدم للمجتمع شيء، الله مو فارقه معه انا اذا فتت على الحمام اجري اليسار او بالعكس، او انه اذا حدا شاف شعره من شعراتي. هلا في نقطه مهمه انا حابه اذكرها، انه في شغل كتير كبير، يعني المناهج اللي بتتقدم هي كتير إلى علاقة بالفقه، يعني بتفاصيل الحياة اليومية اللي ما لها علاقة بالتفكير. لما بنقرب من الموضوع السياسي بتطلع الأحاديث الخروج عن الحاكم، وإنه إذا في إنه الخروج عن الحاكم ما بيصير مشان الأمن والأمان للمسلمين وما إلى ذلك وما إلى ذلك. طبعا بآخر كل حلقة بحب أذكر هذا التفصيل لأنه مهم، بآخر كل حلقة كنا ندعي، وآخر دعاء هو دعاء لنظام الحاكم،
الله يثبته وما الى ذلك. اللهم ثبتها. هلا انا كيف طلعت انا بقيت معهم فتره طويله وتقدمت حتى يعني تقدمت بالحفظ وتقدمت بالتعلم حتى اني عم بتقدم اكثر من اللازم يعني عم خلص اكثر مما لازم يعني. في تفاصيل صغيره كانت انا يعني تزعجني بس دائما هن محاوطين البنت محاوطين افكارها فيعني يرجعوا بيجذبوني لعنده بس كان في تفاصيل انه خلص ما 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 يعني في شيء غلط الانسان بحسه الانسان اللي عم بفكر بحسه بشوفه. احد هي التفاصيل اللي بالنسبه لي اثرت فيني هو كمان انتم حكيتوا عنه شوي هو تقليه الانسه. في نوع من هيك الهاله المقدسه اللي بتنخلق حوالين الانسه طبعا على حسب درجتها. بحلقتنا كان في يعني الشاطرة اللي بدها تقرب من الأنسة واللي الأنسة بتحبها أكثر. كان في غيرة بين البنات وخناية أنسة مثل الأنسة ساوت لي يعني كلها هاي التفاصيل. إذا واحدة مشغولة بهاي التفاصيل كيف بدها تفكر هي تعمل شيء للمجتمع ولا للمرأة ولا للرجل؟ خلاص البنت بتصير تشوف هيك بألفاق مخ جمد البنت. ف في قصة صارت يعني أنا من بعدها خلاص إنه ما عاد فيني بدي أحكي هذه القصة لأنه هي القصة أثرت فيني. بتذكر إنه كنت لساتني معهم يعني وعندي بعض الشكوك عندي بعض المخاوف بس كنت لساتني معهم. كانت الدنيا رمضان وكنا ليلة القدر كنا عم نحيي ليلة القدر. للي بيعرفوا شوي بالدين ليلة القدر هي رسميا بسوريا 27 بس هي يعني دينيا هي احد المفارد تبع العشر الاخير فكنا نحن نحيي كل المفارد مشان انه بركي فبتذكر اني في ليله يمكن ليله 25 خشعت كثير وبكيت وحسيت انه صوتي وصل لله. وبعد طبعا كنا عاملين الاحياء ببيت الانسه تبعنا اخر شيء شفت الانسه قلت لها انا اليوم كثير خشعت وكثير انبسطت وبتمنى انه اليوم تكون ليله القدر. قالت لي للاسف اليوم مو ليله القدر. طلعت هيك انه شو عرفت اذا الله قال بالوحده من العشر الاخير. قالت لي وحده من انساتنا الكبار عرفت انه هي كانت المثل الماضي. طيب كيف عرفت؟ يعني هي هذه الأنسة اللي ما بعرف شو رتبتها قريبة من الله لدرجة إنه ما بعرف طلع لها الملك وقال لها اليوم ليلة القدر أو هي حكيت مع الله والله العظيم ما بعرف بس أنا من وقتها قلت لحالي في شيء مو طبيعي في شيء مو ظابط في شيء مو طبيعي وصرت خفف شوي معهم. صارت أسئلتي تكتر وهن كانوا عم بيسايروني هن ما كانوا بدهم يخسروني على فكرة لأنه كنت كتير متقدمة بالحفظ وكتير متقدمة بدروس الفقه تقريبا خلصت الفقه كله. هن كانوا عم يتحملوني بس بمرحلة معينة حسوني إني أنا عم تسمم عقل البنات لأنه أنا حتى بالحلقة كنت القدوة تبع البنات إنه هي الشاطرة اللي عم تعمل كل شيء اللي عم تحفظ بسرعة إكسترا. ف بمرحلة معينة أنا كنت عم بعد وهن بالمشرمحي قالوا لي إنه نحن ما عاد بدنا إياكي خلاص أنت فتحت عيونك تماما وهذا هيك الطلاق بيني وبين التفاصيل أكثر. هلا فينا نطرح أسئلة فينا نعمل أسئلة دبا. هلا النقاط المهمة يلي حكيتها آلاء هو كيف التوجه للفتيات يلي هن عندهم قدرات ذكائية لأنه قدرة على الحفظ يعني كل ما يؤهل المرأة لتكون امرأة فاعلة بالمجتمع ومؤثرة بالمجتمع وقادرة أنه تحدث تغيير. وهي النقطة مهمة جدا لأنه يعني عندنا ثلاث نماذج من السيدات يلي نجوا من هالتأطير الفكري هال ويلي صاروا مبدعات وقادرات على التأثير بمجالاتهم المختلفة. فهذا بيعطينا نوع من الفكرة خلينا نقول أنه شو نوع النساء يلي
اللي هن بيقدروا يواجهوا النظام. وهون نحن عنا بالمناسبة الكل هن من المعارضات واللي انتموا للثورة من الخطوات الأولى، فبالتالي فيها نوع من الإدراك للمجتمع وفهم المجتمع وآلية التأثير فيه، يلي الشخصية اللي بتمتعوا فيها تم استقطابها بشكل أو بآخر، سواء بالعمر الصغير أو الأكبر أو الأكبر. وطبعا يعني نتمنى انه هالندوه هي نقدر توصل لاكبر عدد من السيدات، او يمكن يعني اذا قدرنا ننجو بسيده او تنتين اللي هلا بهالتقصير هذا واللي يسمعوا هالشهادات كمان بيكون يعني انجاز كثير كبير لنا. النقطة الثانية اللي بدي اذكرها هي ذكرتها نور كمان قبل شوي، استخدام هالادوات. الادوات اللي شفناها اللي عرضتها نور هي بالدول المتقدمة هي ادوات تعليمية، يعني أدوات تسمح باكتساب العلم تستخدم بالمدارس، وأنا شايفتها كيف تستخدم المدارس، وهي يعني لا تستخدم بمدارسنا بسوريا يعني، ولكن نتفاجأ أنه هي تستخدم بحلقات دينية. فهون كمان يعني نشوف مدى إهمال الجانب التعليمي، واللي كان بشكل أبداً غير مستقطب للطفل إلى آخره، وبنفس الوقت أعطاء هالقيمة هاي لأهل الحلقات ومن الحلقات. في عندي سؤالين قبل ما أعطي الدور للموجودين ليسألوا. النقطة الأولى، هل بتعتقدوا أنه هالتجربة هي اللي هي تجربة يعني تعتبر قاسية بنوع أو بآخر، سواء الدخول فيها أو الخروج منها بالأحرى، أو لحظة الاكتشاف وكيفية المواجهة، سواء مواجهة الجماعة أو مواجهة المجتمع المحيط للخروج منها، هل أديت لنظرة سلبية تجاه الدين؟ وهون عم بحكي عن الدين كموروث إنساني، كمفهوم أخلاقي بالنسبة لكم، هل عملت شوك سلبي تجاه الدين بحد ذاته وعطتكم نظرة غير اللي أنتم ممكن كنتوا تاخذوها بشكل طبيعي بالحياة لو ما فيها الأداة التأثير وأداة الهيمنة؟ بالنسبة لي بالعكس، يعني هذا الشيء خلاني أعرف أنه الدين له وظيفة، والإنسان بعمله له وظيفة، وكل شيء له وظيفة بالحياة. الدين هو مو بس الآخرة، الدين هو الحياة. بالنسبة للقبيسيات الدين هو الآخرة، وممنوع تشتغلي للحياة وللدنيا، لا، الدين هو حياة. فهلا أنا شفت نماذج إنه بعد الخروج من هاي التنظيمات التحول يعني صار عنده نظرة كثير سلبية للدين، وفي نماذج أخرى كانت عنده نظرية منطقية للدين، وهذا اللي نأمله. الدين هو مثل ما بنقول هو ضمن حياتك الشخصية، شعائر اللي بتعمليها هي لإلك مو للمجتمع. كل شيء بتعمليه من خلال الدين هو لإلك، ما له علاقة بالمجتمع. المجتمع له حياته، له عمله، التطور هو مو من خلال الدين، من خلال عملك، من خلال فكرك، من خلال تقدمك، سواء كانت الرجل أو المرأة. أنا بالنسبة لي ما عندي أي نظرة سلبية بالنسبة لكل الأديان، بالعكس بعد هاي التجربة نحط في محله. تمام. بس قول شغلة إنه هلأ بأول فترة هي نظرة متبدلة صارت، لأنه أنا طلعت بعمر 13-14 سنة، وبعدين لحد هلأ الفكرة أنه صارت نظرة متبدلة. أول شيء صار عندي ردة فعل، بعدين شوي صرت أفهم أكثر إنه لا، هدول شيء والدين شيء ثاني. بعدين طبعا وجهة نظري هلأ معني ما بدي أحكي عنها أبدا، بس الفكرة إنه فعلا كانت النظرة على حسب أنا قديش عم بقرأ، قديش عم فكر برات هذا الصندوق أو هي القوقعة اللي انحشرت فيها بالأول. فكل ما فكرت أكثر كل ما صرت أفهم أكثر، وصار الوقت يعني بيصير الإنسان بيقدر يميز أكثر. فما بعرف أنا هذا الشيء بالنسبة لي شيء شخصي، ما بعرف كيف بالنسبة لتجارب تانية. يعني هلا أنا بالنسبة لي يعني أي دين بحس على الأخلاق والمعاملة الحسنة، بحس الأديان لازم تتخصص من هذا الشيء، إنه بالتعامل وبالأخلاق الحسنة، وبإنه نحن نكون عايشين سوا بسلام وبأمان. لكن بعتبر إنه أنا بالنسبة لي بما أني درسته للدين الإسلامي، بحسه إنه هو دين تفصيلي. يعني هو دين بكثير مرتبط بالحياة اليومية للفرد، مع حاله، مع أولاده، مع الناس، مع كل شيء، حتى بطريقة يعني الأشياء البسيطة البدائية اللي أي إنسان بيعملها بالحياة. فأتوقع هذا كونه هو دين تفصيلي ساعد بأنه هيك يعني
ساعد بانه يستخدم ساعد انه او خلينا نقول لفت نظر النظام السياسي انه فينا نعمل هيك لانه بشكل او باخر نحن عندنا تاريخ ديني اسلامي ببلدنا. بتوقع النظام بعد الثمانينات فهم تماما انه ما فيني سيطر انا على هذا الشعب اذا حارب الدين. بدي لاقي طريقه ذكيه لحتى اقدر ضل قاعد وهالناس تكون هيك مبسوطه عم تطبق تماما 100% تفسير وتحليل يعني جدا منطقي انه الخارج الالماني لكن الداخل فعلا لالهاء بالتفاصيل وللسيطره على العقول وللتجميد بشكل رئيسي ولحتى يمنع يعني وصول هالشخصيات او نوع مواقع مؤثره بالمجتمع المغير فيه. النقطة الثانية اللي حابة أسأل عنها يعني نحن لما انطلقت الثورة السورية بالحقيقة وكأننا تجاهلنا وجود هالأمراض كلها بالمجتمع وانطلقنا يعني باتجاه واحد مع العلم أنه تحذير المجتمع من هالأمراض هي هو بحد ذاته بأسقط أي نوع من المزن القمعية. فبالتالي يعني بيخطر لي بما يخص جماعة القبيسيات تحديدا أنه إذا كانت المرأة غير حرة بنفسها بشكلها بأدائها بالحياة بكيفية سلوكها بالحياة غير حرة فهل ممكن توصل لمرحلة تكون طالب بحريات أعلى من هي حرية التعبير بحرية التفكير؟ ما بعرف إذا بتوافقوني على هالفكرة هي أو بتحبوا تضيفوا. أنا بوافقك بتحبي الفكرة لأن كان عندهم دائما الطاعة للرجل ممنوع المرأة تأخذ دور قيادي فهي شلون بدها تفكر او تاخذ دور قيادي بالمجتمع لانه ممنوع حتى تاخذ دور قيادي بالمنزل بحياتها بمملكتها بالنسبه لاولادها بالنسبه لدراستها بالنسبه فممنوع الخروج عن الزوج بالتالي ممنوع الخروج عن الحاكم ممنوع تفكر ممنوع تاخذ اي دور قيادي. هلا هي فكره انه الخروج على الحاكم هي الاساس يعني انه هي الاساس اللي بخلينا نقول انه طيب انا اذا بفكر رح اطلع على هذا الحاكم ولا لا. هي نرجع لقصة انه ما عاد في تفكير، نحن صرنا نفكر بتفاصيل صغيرة، ما عاد فكرنا بحياتنا السياسية، فلا انا وقت اللي بلش افكر برا بشكل بديهي بشكل بديهي طبعا تمام. ذكرته آلاء قبل شوي كثير كان مهم انه لما فعلا تبلش تكون انسان قادر على التفكير وهذا اللي يميزكم يعني ويفترض انه بيميز كل انسان حقيقه اذا ما مر بظروف تمنعه عن هالتطور الطبيعي لاي انسان لما بيبلش يفكر بقول شو هالتناقض بين الظلم اللي حاصل بالمجتمع بين العدل اللي عم تحاكونا فيه وكيف ممنوع نطلع عن حاكم عم يظلمنا. فبالتالي هون بتبلش هاي الاسئله بتخلي الناس يكونوا بثوره اجتماعيه قبل ما تكون سياسيه ويرفضوا. توافقيني رأي علاء بما تحب تضيف شيء بهالموضوع الملكية الذاتية والحرية العامة؟ أنا بحب ضيف إنه الأديان بشكل عام ما رح حدد بكفي الإنسان يقرأ التاريخ حتى يشوف إنه الأديان استخدمت أكثر من مرة كوسيلة كأداة مكر من قبل الأنظمة السياسية للسيطرة على العالم. تماماً الشعوب اللي قدرت تحررت من الأداة بالدرجة الأولى تماماً. يعني قبل ما أعطي كمان بس بدي أعطي ملخص صغير فينا نحن نقول أنه هالجماعة هي فعلاً أداة بشكل كامل لنظام الأسد بالسيطرة على المرأة السورية بشكل خاص ومنها على الأسرة السورية ومنها على المجتمع بشكل كامل. وبالإضافة لهالشيء كمان في يعني شهادات كثيرة بتدل أنه هي أيضاً أداة استخباراتية بشكل أو بآخر أداة تستخدم ك يعني خلينا كابح أو فرام يعني وقت اللي يكون في أي حراك أو أي شيء لمنع هالشخصيات هاي من إنه تشارك بأي حراك. وبحب أضيف إنه أداة استخباراتية لمعرفة تفاصيل الأسرة السورية وتفاصيل المجتمع ونقاط ضعفها واستخدام هاي نقاط الضعف لخدمة هذا النظام وكيف لازم يضل مستمر بالحكم. فهي تنظيم القبيسيات هو الدخول على المنزل السوري ومعرفة كل التفاصيل الدقيقة ونقاط ضعف هذا المجتمع السوري فهو نقطة قوة للنظام بس نقطة ضعف للناس تماماً. هلا في شهادات كثير كمان كانت من أزواج للقبيسيات وحكوا عن يعني كيفية دخول بتفاصيل حياتهم الشخصية بأسرهم بتربية أطفالهم إلى آخره. يمكن اليوم ما رح يكون في مجال أكثر إنه نحكي فيها لأنه بدنا نعطي شوي الأسئلة للقاعة. تفضلي يعني. مرحبا في الجميع. ما عرفت أول من هذا بس اللي لفت نظري إنه كتير منيح
ما نهت فيه ألا لأنه كثير مهم الاستوار تاريخ الأديان حتى وصلنا للقبيسيات، لأنه هم ما إجوا من فراغ، يعني إجوا نتيجة مطلب اجتماعي. يعني إذا بندرس الأديان ككل بنشوف إنه حتى الأديان المختلفة، وإن يكون مثلا المسيحية، فكرة الراهبات هي يعني بتوازي إنه دائما في حدا وسيط ما بين الآلهة والبشر. نحن بفكرة الإسلام بشكل عام هي ما في هذا الفهم. أولا ما كان في هذا الفهم، هذا بالدين المسيحي أو غير أديان، أما بالدين الإسلامي ما في وسيط بين الله والعباد. في ناس لهم أولويات، يعني مثلا مثل المشايخ مثل كذا، بس خصوصا لدور المرأة أساسا بالأساس هي ما إلها هذا الدور، ولا إلها الحقية بأنه تأخذ هي الصفة. صفة مفتي ما في، صفة قاضية ما في، فهي فكرة جديدة، وأنا ما بعرف يعني تحديدا هي من وين انبثقت هي الفكرة. هيك بتصور يعني بالنسبة للقبيسيات، فلهيك بتحسيها هي مصطنعة أو هي شيء ما ولدت من بيئة حقيقية، ما هي انشقت بطريقة مضبوطة، لأنه أساسا هي المرأة ما إلى هذا الدور ولا إلى هذا، يعني حتى كثير من الإثنيات الأخرى أساسا لا تعترف بمكانة المرأة حتى تحمل الدين. فبالتالي من هنا ينبثق الشك بوجودها مثل هيك مؤسسات. هي ليست يعني اذا فينا اختصار سؤالك انه هي منا وجود طبيعي، لا هي ما هي استمرار طبيعي اكيد من هون، يعني من هون هي فينا راسا نشكك بمصداقيتها من هذا المنطلق التاريخي. هيك بتصور انا بعرف. بتحبوا تعرفوا هالنقطه؟ هلا انا بحب اقول هي انه تاريخ نشاتها هي كانت بال 1975 بعهد الدكتاتور الاول، فهذا بدل انه ما قلتي هي منه هو اوجد المجتمع السوري، هو ماله هيك ما له مجتمع الاسلامي تماما، حتى بكل الجهات يعني باي دول اسلاميه اخرى ما نشوف هي الظاهره. نعم، يعني من هذا المنطلق بنحسن ناكد انه هيك انه عباره عن اداه وليست حاجه، يعني اذا عملنا مقارنه مع الدول الاسلاميه الاخرى او مثل هيك حركات. في أسئلة تانية؟ تفضل. أنا بدي أطرح عدة أسئلة ورا بعضهم لأنه مرتي ضلت فصرت أستعمل حديث معين، لفتني بكلامكم إنه كانوا يستعملوا وسائل إيضاح. هل تشعروا إن وسائل الإيضاح كانت متطورة ومستجلبة؟ يعني هل كان وراء هالتنظيم يلي كمان مذهل في تشكل الطريق القوي في العمق، هل وراه مثلا يد خارجيه عريقه مو انه مجرد؟ والسؤال الثاني حكيتوا انهم متواجدين في الخارج، هل بداوا يظهروا في اوروبا؟ موجودين كيف؟ حكيتوا عن نقطه الطاعه. هلا في موضوع الطاعة، لما تتناقض الطاعة ما بين المشرفة والزوج، القبيسية لمن تعطي الطاعة؟ من المشرفة. تمام. هلا السؤال الأخير هو سؤالين حقيقة، سؤال شخصي للسيدة آلاء، إنه تنسحبتي هل كانت هيك هالشيء ضغوط؟ هل مارسوا عليك يا أذى؟ لأنه مو سهل الوحدة تنسحب من هيك موقع بعد هالمدة الطويلة، والسؤال لجميع السيدات بس خاصة لأنه كان في نوع من الأداء. هلا السؤال الأخير، لذلك أنا رتبت أسئلتي سجلهم مشان أقعد بعدين. السؤال الأخير كثير بذكرني حكاية القبيسيات والنظام. ما في أشياء أسود وأبيض، كثير بذكرني بتشكيل الجيوش الانكشارية. كيف بيبدأ بالأول طاغي ما بيجيب مرتزقة بيوظفهم بيقتلوا بيعطوا حياتهم بيموتوا بشانه، ولكن هنين في المرحلة اللي بعدها بيقتلوا الحصان وبيموتوه وبيقعدوا على عرشه. في أنا برأيي سباق ما بين قبيسيات والسلطة غير معلن ومؤجل الأجل، يعني مجهول الأمد.
شكرا. اسئله عميقه كثير، بشكرك عليها ومهمه كثير. رح ناخذ اجابات عليها قبل ما ننتقل لاسئله ثانيه. بس اسمحوا لي بكلمه واحده، حابه بس خلص بعدين اكتب. تفضلي خذي راحتك. انا بعتبر الكوبيسيات هن ظاهره الانتصار الوحيده المؤسفه جدا اللي حصلت في العهد الاسد الاول. هنين حققوا ما لم يحققوا رجالهم، استخدموا الادوات الممكنه، الارض الموجوده بكل ميكروباتها وشقوا طريقهم. فانا بعرف انه اليوم في كوبيسيات نحن مجبورين نعترف بوجودهم ونتعامل معهم، لكن كيف ومتى ما بعرف. تمام. شكرا لك على الاسئله. قبل ما اعطيكم دور، طبعا هل هي فعلا ظاهره اللي انتصرت لحالها ولا الوحيده اللي سمح لها تنتصر؟ وهل لو كان فتح المجال لمنظمات مجتمع مدني مثل ما كانت، مثل ما حكينا قبل وجود الاسد، يعني لم تكن هي الاجدى والاولى بانه تكسب ينتف حول المجتمع وتكون قادره على الانجاز؟ فبالتالي نحن يمكن ما فينا نجزم بظاهره انتصار، وانما بظاهره سمح لهم حتى انه تم دعمهم، مثل ما يعني تبين. وهلا كمان نرجع نحكي اكثر، سواء دعم السياسي او دعم المالي او السماح، مجرد السماح ما كان مرخص لاي منظمه دوليه او اشخاص حسب قانون القواعد. اذا نبلش بموضوع الارتباط بشيء اكبر. الطاعه، التناقض بين المشرفه والزوج، الضغط اثناء الانسحاب، العلاقه بينهم وبين النظام. هلا انا ممكن احكي عن تفضلتي بالنقطه الاولى بوسائل الايضاح. طبعا كان في تمويل للقبيسيات، بس التمويل بالسماح، لانه القبيسيات والتجار او العائلات العريقه اللي الى مستوى مادي معين كان جدا وثيق، والنظام هو هيك عم يعمل. فمصادر تمويلهم هي كانت سماح لهم بانشاء مدارس، كان في مدارس كثير موجوده بدمشق مثل عمر بن عبد العزيز بالمزه وما بعرف روضه الانس تماما. فكانت هي المدارس هي مصدر تمويل ومصدر جذب كمان للاطفال، مدارس خاصه، وكانت مصدر جذب للاطفال وللعائلات عن طريق هي الانسات، لانه تربيه الطفل حيكون عندنا المدرسه نحن رح نربيه وعندنا رح نربيه دينيا، هذا الشيء كان يسعى له العائله السوريه. هلا هي بما يخص التمويل وسائل اضاحيات خارجيه، إذا كان موجود، بس لا أحكي عن إذا كان موجود بأوروبا أو لا، موجودة بالجميع بالأردن، نسيت شو الاسم بالضبط، بس موجودة بالأردن، موجود بالمغرب، موجود بأوروبا، موجود بفرنسا، موجودة بجميع الوطن العربي بتنظيمات حتى مو سرية علنية بالنسبة للأنظمة الدكتاتورية وبمساعدة طباعيات. في لهم كذا اسم مثل القبيسيات بسوريا، في لهم كذا اسم تماماً. أنا بس جاوبت بسرعة لما قلتي إذا في تناقض، إذا في أمر عن موضوع الطاعة، يعني مين اللي كلمته أعلى؟ خلينا نقول الأنسة ولا الزوج؟ طبعاً الأنسة قطعاً، يعني طبعاً فيوني. يعني أنا ما كنت متزوجة بوقتها، بس بتذكر إنه في شهادات بتقول إنه إذا قالت لها زوجك خلص ما بقى بتقربي عليه، ما بقى بتقربي لهالدرجة، لهالدرجة أنت بتفضل ربك. هون في صحيح بصير تناقض كمان بين الزوج، هو بيكون مثلا عاصي أو بيكون ملحد، يعني بيلاقوا الفتوى في فلكسبيليتي. تفضلي تحبي تجاوبي على سؤال ثاني؟ بما انه سالتني عن الخروج، يعني قلت لك حكيت انا انه بالفتره الاولى انا لما صرت شوف هي التناقضات صرت احكي، وهن عن جد تحملوني فتره طويله وانا عم بسال وليش ما نتعلم هي، ليش ما نقرا هذا الكتاب، ليش ما نعمل هيك، ليش ما نتعلم عقيده؟ انا بدي اتعلم عقيده، حاجتي فقه يعني. ف شوي 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 نفد صبرة للأنسة علي. مثلا مرة خانات أنا وياها خناقة كبيرة عن فكرة إنه التنورة والبنطلون. قلت لها أنا لابسة مانتو، لابسة تحت منه بنطلون عريض، أنا أستر من هديك البنت يلي جاية لابسة تنورة تحت الركبة بشوي، وحتى لو لابسة جرابات سميكي، إذا كان في لفت للرجل من الرجلين هي ملفتة أكثر مني. ف يعني وقتها كتير كتير حكينا
فتنا بالتفاصيل طلعت اخر شيء طلعت معها الحجه انه الدين ليس بالعقل. قالت لي في اشياء نحن بنطبقها لانه هيك نزلت مو بالعقل. مو كل شيء، قالت لي مو كل شيء بالعقل. وهي الحجه استخدمتها اكثر من مره لوقت ما فهمت انه انا غير مرغوب فيني. رغم انه حاولوا كثير يحتفظوا فيكي يعني، بس انا ضد يعني صرت اطلع لهم بكل شغله. مثلا بتذكر اني قريت كتاب اسمه اضواء على السنه المحمديه لمحمود ابو ريا، وهو نقد لصحيح بخاري، نقد علمي لصحيح بخاري، بيقول انه هذا كتاب في عوامل بشريه في عوامل تاريخيه. نحن انا اذا حكيت شيء حكيناه هلا ممكن اغلط لانه انا بشر، انا بني ادم. فبتذكر انه كثير كان بالنسبه لها الغضب الاعظم انه هذا الناس الحدت من وراء هذا مدري شو، هذا مدري شو. طيب شو هذا الايمان يلي انتم عم تخلونا، يلي انتم عم تحموه باسوار، لو يعني شيء الحق حتى لو عاري حق ما في داعي نحميه، ما في داعي نجمله. بس ما حرمك بعملك بسمعتك الضغط على هو عملي. كان من اسباب الخلافات الكبيره بيناتنا انه انا ما فتت بالجامعه الشيء اللي هن كانوا بدهم اياه يفوتوا. لكن حريتك مارستيها، بس هن ما مارسوا عليك اعتداء مادي او مادي ضغط. لا سحبتي وتم الانسحاب بسلام. تماما تماما. منيح تحفظهم. تمام. في نقاط ثانية من المذكورة بتحب تشيريها؟ لا أنا حكيت هلا. هي بس نقطة صغيرة من وسائل الإيضاح المتطورة. مثل ما ذكرت آلاء، هن غالبيتهم يعني بيحملوا شهادات عالية، وفي منهم دارسين برات سوريا وإلى آخره، فوسائل الإيضاح كان من الطبيعي إنه تكون متطورة بالنسبة للنظام التعليمي السوري. وأصلاً يعني النظام التعليمي السوري أي وسيلة إيضاح خارجية فهي متطورة بالنسبة له، فمشان هيك كانت متطورة كتير بالنسبة لوقتها يعني. بس إنه كانوا يشتغلوا كتير بالتعليم طبعاً، بس أي أدوات لم تكن تستخدم للتعليم كعلم، وإنما كانت تستخدم لتعليم الدين. كانت موظفة للتوظيف، محفزة. النظام ما كان بده يطور، لو بده يطور كان في وسائل، بس هو ما كان بده. هلا في النقطة اللي ذكرت حول هل يعني هل العلاقة كانت مقصودة بين القبيسيات والنظام؟ لا، في نظرية بتقول أن القبيسيات نشأت كحركة صوفية في البداية، وأن النظام قام بي يعني استخدامها فيما بعد، أدرك أنه ممكن تكون أداة قوة بإيده وتم السيطرة عليها بها السياقات وتوظيفها بالسياق اللي أكدوا عليه بشهاداتهم السيدات الثلاثة، يلي هو التجميد الفكري والتجميد السلوكي والتجميد الحريات. فممكن أنه يكون يعني مثل ما تفضلتي أنه في بداياتها بشكل أو بآخر نشأت بشكل حركة صوفية لكن تم تحويرها. لكن نحن اليوم عم نحكي عم نتناوله هو فعلا كيفية استخدامها كأداة، شو الآليات يلي شفناها اللي حكوا عليها، وشو النتائج السلبية يلي كمان انوجدت بالمجتمع. هلا أنا ممكن أضيف فكرة قالت عليها المدام، أنه انتصارها اللي هي انتصرت أو لا، هو انتصارها مثل انتصار الأسد حاليا، انتصار الحركة مثل هلا انتصار بشار الأسد، كامتداد يعني تماما. هو بشار الأسد ما رح ينتصر، على فكرة هو اللي مدها، يعني هو اللي مدها تماما. يعني انتوا عم تفصلوا انه هي حركة وهي حركة، لا هي حركة واحدة، هو اللي مدها من الأساس. أنا هي وجهة نظري، لأنه بتذكر أنا بالثمانينات كان دكتور رمضان البوطي وقتها شاف معي كتاب وأنا بالشغل سحبوا من ايدي واخذوا مني، قال لي ما بصير هذا تقري، قلت له ليه؟ قال لي خلص انا بجيب لك كتاب عواضه. تماما. فانا هي انا ما بنسى تمام، ما بقى نسيته. كتاب تعاليم ما بعرف، يعني كتاب ديني، اي كتاب ما بس ما بعرف. قال لي هاتي، سحبوا مني، والله سحبوا مني وانا قاعده. قال لي
المره الجايه يجيب لك عواضه. بس بدي كمل فكرتي بالنسبه لعدم انتصار الحركه القبيسيه، لانه انا لما ما قدرت انجر لهذا التنظيم انا دورت على بدائل ورحت على جمعيه المبادره بالمزه وصرت اعمل عمل تطوعي مع الاطفال اليتامى لا ادعمهم تعليميا. فخروج الاسد من السلطه وانتصار الثوره السوريه هو اللي حيعزز فكره المجتمع المدني اللي حيعطي بدائل عن هذا التنظيم. فانا برايي هي ما لها منتصر ابدا. الفرضية اللي عند لانا مهمة، بس لنتابع فكرة لانا بس قبل ما تمام تفضل. انت حضرتك عم تقولي انه هلا بالوقت الحالي من عام 2011 بشهر تشرين الثاني بالضبط انشقت عدد النساء القبيسيات وشكلوا حركة القبيسيات، فصار في عندك لانا مطلوب. فهي الحركة ما فينا نتهمها اتهام كامل انه هي تابعة للنظام السوري وهي اداة ثانية له. بالوقت كمان في عندك قبيسيات من الحرائق، وبالنظام كمان سنة 2010 انتج مسلسل اسمه مملكة ايمانكم، طرح فكرة القبيسيات دورها في المجتمع، عالج المشكلة كاملة. حتى اسم محمد سعيد والنظام البوطي هاجم المسلسل وطلب يوقف. هلا هي انشقاق القبيسيات هو نتيجه طبيعيه للثوره السوريه، هو بسبب هي الثوره السوريه صار في انشقاق للقبيسيات، لانه القبيسيات هي عباره عن المجتمع بجميع الشرائح وجميع الافكار. فطبعا في حرائق قبيسيات لانه هن بنهايه سوريات، لانه بنهايه هن سوريات وبنهايه هن بينتموا لهذا المجتمع وما بنتخلى عنهم لانه هن سوريات بالنهايه. هلا بما يخص موضوع الانشقاق ما فينا نجزم حقيقة، لأنه الفترة الزمنية لا زالت يعني بسيطة لنجزم هل هو انشقاق ولا هل هو اختراق من قبل النظام، إنه كالعادة طبعا تعودنا عليه كل جهة لها طرفين، فبالتالي يمكن هذا الموضوع لسه من المبكر الجزم فيه، لكن على كل الأحوال ما بيمنع إنه هي كانت أداة للنظام للهيمنة على المجتمع. بدي ارجع بس لنقطة كثير مهمة وهي فرضية لانا حقيقة بهذه المحاضرة، وهي اللي اقترحت الفكرة البداية، انه هي كانت مو فقط يعني بالبداية ليست فقط أداة هيمنة وإنما بديل عن وجود حياة مدنية سليمة، الحياة اللي بيعيشها أي مجتمع بتشكيل النقابات بتشكيل منظمات مجتمع مدني للمرأة للطفل للأيتام إلى آخره بشكل بديهي، كل واحد شو توجهاته. هالحركة هي عملت كبديل لاحتواء كل هالأمور هي، فمن هون الفرضية بعودة حياة المجتمع المدني السليم بسوريا بعد الثورة، واللي تكون منجز منجزات الثورة السورية لأنه سمحت بظهور هالحركات المجتمع المدني، هي القادرة على خلينا نستخدم المصطلح تفضلت فيه الأستاذة الانتصاري، اللي هو نحن بنحطه أكثر بإطار الامتداد بالمجتمع وكيفية توجه وتسيير الفكر بالمجتمع وشو المسار اللي رايح عليه، واللي كان سابقا مسار جمود فقط أو بالأحرى دوران بحلقات مغلقة، واللي هي وصفوها الصبايا بالضياع بالتفاصيل اليومية أو التفاصيل الدينية وإلى ما هنالك، عوض ما تكون تقدم ومسار مستمر للأمام. تحبوا تضيفوا شيء على هالنقاط اللي نحكى فيها قبل ما ناخذ أسئلة تانية؟ طيب تفضلي. هلا السؤال موجه للثلاثة، انتو السؤال موجه للثلاثة، انتو قلتوا ان القبيسيات هم اشخاص دارسين عندهم مستوى علمي جيد مفروض قادرات على التحليل والتفكير مبدئيا، تمام؟ هل انتو الثلاثة كنتوا شايفين انه هم مقتنعين بالشيء اللي عم يحكوا؟ وإلا كانت في فائدة ثانية أو شخص عم يوجه؟ طب بما أنه هي إنسانة مثلاً دارسة وقادرة على التفكير والتحليل المفروض، هي كانت فعلاً مقتنعة باللي عم تحكي وإلا كانت عم تنفذ مشروع معين بشكل؟ أنتوا حسب أكثر شيء متهيأ لي نور كانت كتير صغيرة لتقدر تحلل. أنا بحس إنه في نوع من الإنفورماسيون، يعني إنه أنت يعني يطرق شوي انه داعش كان يقولوا انه في اطفال كانت عم تقتل وتعمل هاي الاشياء الفظيعه. اذا جبتي يعني طفل او خلينا نقول حدا بمرحله المراهقه وجهتي له تفكيره بطريقه معينه، يعني التفكير بشكل او باخر ممكن يتشوه يتاثر يصير في تماما يتاثر بطريقه او باخرى. يعني انا لطلعت منها لقررت اني اطلع منها قبل ما اطلع، لانه في اتخاذ القرار وبعدين في الفعل يعني. كان عنيف
كان عنيف لاني انا عم بتناقض مع حالي، انا عم بتخانق مع حالي، يعني هن كانوا عم يعطوني اشياء تماما، في 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 كان صراع داخلي عنيف. انا بحب يعني بستخدم الكلمه لانه كان عن جد هيك يعني. فلا لا مو يعني مو سهل. وخلص متى ما الانسان تأثر تفكيره بطريقه معينه يستلف. سؤالي انه هي القبيسية نفسها كانت مقتنعة بالشيء اللي عم تقول ولا كانت عم تنفذ مشروع خارجي؟ يعني لو سمحت خلينا نسمع بعض. تفضل. هي بشكل او باخر بمرحلة معينة من الترقي هي بتفهم انه في حدود ما لازم تتجاوزها، انه هن موجودين لانه النظام السياسي حامي وجودهم، وانه هن هذا المساري اللي بيقدروا يمشوا فيه. فيمكن يكون في بعضهم عم بيقولوا نحن عم نحاول نعبد الله ضمن الشروط الموجوده فماشيين بهذا الطريق، في منهم يمكن لا، يمكن هن مستوعبين اللعبه وحابين يلعبوها من شان يكون عندهم سلطه معينه. يمكن في يعني هي الأنسة بحسب درجتها في لها سلطه معينه، يعني حتى في انه نوع من التجمع حواليها من قبل بنات بيحبوها. يعني واحدة من رفقاتي كانت تنادي للأنسة ماما، يعني في شيء يعني بتوقع انه اللي حكى عنه الاخ قبل شوي انه في القبيسيات الحرائر، يمكن يكونوا هدول جزء من القلائل يعني من القبيسيات اللي كانوا عم بيقولوا نحن ما فينا نطبق الدين بالظروف الحالية إلا بهالطريقة، رح نندمج معهم. ولما لقوا فرصة أنهم ينفصلوا عنهم قالوا أوكي يلا مننشق. بس بتوقع أنه خلص متى ما تأطر التفكير بشكل معين بعمر صغير، وأصلاً يجتمع حاضن، يعني أنا عائلتي هيئتني تماما، يعني هيئتني بشكل او باخر. بعدين انا لا انا بحب اضيف نقطه انه مشان هيك كان الهدف من النساء، لانه اللي عم يربي هذا الطفل لحتى يسهل اقناعه هو الام اللي هي قبيسيه، فهو هي يعني هدف ندبتنا السيطره على الاسره السوريه عن طريق هذا التنظيم. وما بتخيل انه هي في يد خارجيه للقبيسيه عم تخليها تقتنع وتكمل بالطريق، لانه هو الفراغ، عدم وجود البديل، والمجتمع يلي بيشجع لممارسه هذا الشعائر بكل سهوله، والاستسلام دائما. هدف القبيسيات هو الاستسلام، انه هلا ما انتصرت الثوره لانه الله هيك بده. يعني الاستسلام من دون العمل والخضوع من دون العمل، هذا هدف القبيسيات. بس هن ضحيه، هن ضحيه. بدي في شيء على سؤال مدام لانا؟ طيب هلا معناتها انا بس رح لخص العوامل اللي جاوبوا فيها على سؤالك، الرغبه بالسلطه، بس للمتابع الرغبه بالسلطه، فهم هذا الامر، لكن الرغبه بالمتابعه فيه والموافقه على اللعبه مثل ما وصفته آلاء، الفراغ وعدم وجود بديل سواء لعيش الحياة الدينية أو سواء لعيش النشاط الاجتماعي، الرغبة بالاستسلام. وطبعا أنا بضيف عليهم نقطتين مهمين، أنه الشهادات لا تعني القدرة على التفكير، يعني في فرق بين الإنسان الواعي ليس بضرورة أن يكون حامل الشهادات، والإنسان حامل الشهادات ليس بضرورة أن يكون واعي. والنقطة الأخيرة وبعتقدها هي كمان لها أهمية، أنه الحرية مسؤولية وعمل، الاستسلام اكثر سهوله بكثير من الحريه. فبالتالي النساء اللي تحرروا هن النساء اللي بلشوا يفكروا فعليا بمغزى ومعنى هذا الامر وبالدين بشكل عام، وهذا صراع ما انه قليل، مو اي شخصيه قادره على مواجهته. وبالتالي ممكن يكون الاستسلام اكثر سهوله، والشخصيات اللي تستسلم هي نسبتها اكبر بالمجتمع. يعني ممكن اقرا الامر من هالوجهه النظر. اسئله ثانيه كان في عندنا مدام زكي، بس قبل مدام ملك طلقتي الحديث مع النقطه بتاعت مدام زكي. طيب تفضلي مدام زكي. سؤالي بس انتشار القبيسيات بدمشق فقط او بباقي المحافظات؟ هي اول سؤال. السؤال الثاني، هل كان يتحدث ضمن اجتماعات القبيسيات عن الطوائف الاخرى والاديان الاخرى مدى التجريش على غير طوائف او اديان؟ وسؤال يحيرني كثير، اذا كانت القبيسيات بما يحملون من جهه دينيه هي مواليه مع النظام، ليش الريف في اغلب المحافظات وهو ريف ديني هو اول من قام بالثوره؟
ذاك مؤمن. لا تابعي سؤالي خالصة. طيب تفضلوا. التوزع المكاني بين دمشق والمحافظات نبلش بها المتى؟ لا ليش الريف بلش أول؟ يعني بتوقع أنا بالمدن في سيطرة للنظام أكبر بكثير من الأرياف. لا عفوا السؤال كان إذا كان القبيسيات بما يحملون من انتماء ديني هم منظمة موالية للسلطة، ليش الأطراف الدينية بما حملت من صفة هي أول من قاد الثورة؟ سؤالي واضح المفصل واضح. آلاء لا أنا ممكن أبلش إذا تسمحي لي. ليش السبب انه الريف هو اللي بلش بالثوره؟ هاي حلوه من مفصل ديني تماما. النظام بتاريخ من تاريخ استلام حافظ الاسد همش الريف، وبالتالي كان واقع عليه ظلم اكثر من اهل المدن. وهلا نحن كنا عم نقول علاقه النظام بالعائلات الدمشقيه او العائلات يلي إلى عند في عندها مستوى مالي معين، او هن مرتاحين كانوا اكثر وهن كانوا علاقتهم كثير وطيده مع النظام، بعكس الريف. الريف مهمش بجميع المدن مو بس بالريف الدمشقي. فبالتالي الريف الثوره فعلا بلشت من الريف، ولرد هذا الظلم مو لانه ظلم وليس لسبب ديني. ديني تماما. بما يخص التوزع بين دمشق والمحافظات عندكم يعني انا ما بتوقع انه حتى الناس اللي طلعت من الريف طلعت من القبيسيات او من المقابله لهم عند الرجال، انه كمان الرجال عندهم. انا ما بتوقع ابدا. لا ابدا. طب التوزع المكاني بين دمشق وبين المحيط بالنسبه لي انا بظنها يعني ما عندي كثير فكره عن المحافظات، بس ما بظن يكون في او اذا في فهو اقل بكثير من دمشق وريفها. وكمان شغلة بالنسبة للطوائف الأخرى حتى يعني تماما في نوع من أنواع الحج يعني بها السياقات باتجاه دمشق كونه يعني المكان الأساسي لاحتواء الحج تماما. في اجتماعات سنوية يعني مكافأة عليها إذا كنا كتير شاطرين مع الحجة الكبيرة. نعم. وبالنسبة للتجهيش اتجاه الطوائف الثانية، هلا أنا كمان كنت بعمر صغير بس ما كان يصير هيك شيء أبدا. نعم. كان التركيز اكثر على التفاصيل الشخصيه وعلى تفاصيل طبعا الطهاره والنظافه الى اخره، وكمان على انه الحفظ والى اخره، هدول التفاصيل يلهونا فيهم. نعم. وندعي له. نعم. وندعي له. ما في كان اتفاق ما كان هلا تجيش او كيف النظره، يمكن حتى مو بالضروره تكون تجيش، شو هي النظره اللي كانت تنعطى عن المكونات الاخرى من المجتمع السوري واللي هي ايضا يعني مكونات من المجتمع الانساني يعني بعيدا عن الحدود الصغيره؟ لا بتوقع بالحلقه، مو بتوقع يعني انا على كل بحلقتي حكي لكل الطلاب عن الطوائف الاخرى ما كان في. بس بمجرد ما تقوى العلاقه بيننا وبين الانسه باتجاه معين يصير في يعني اجتماعات للأصغر للمقربين أكثر بيصير في هيك نوع من الحكي يعني من طرف معلش بس بدون مداخلات بدون ما نطلب لأنه في يعني حتى تتابع بفكرتها مثل يعني تجنب هذا الأمر ولا في نوع من التجيش مثل ما تفضلت الأستاذة؟ لا هن بفكروا حالهم فوق تراتبية. نعم يعني النظر من حيث تراتبية فوقية والنظر بدونية لبقية اللي هن لا يدخلوا، سواء للمسلمات اللي ما بيدخلوا بنظام القبيسيات وليس فقط باقي المكونات، أو النساء يعني من المكونات الأخرى غير المسلمة بهالحالة، غير المسلمة أو حتى من الطوائف المسلمة أم من الطوائف أيضا المسلمة. تمام. معناتها النظرة فينا إذا بدنا نجاوب على سؤال مدام زكا هي نوع من الفوقية والتراتبية ضمن النساء بس كان ما كان علينا يعني لكل الطلاب اللي لأنه بالنهاية بحلقات القبيسيات ما كان في بس الشاطرين وبنات العيال، كان في ناس ممكن يكونوا وضعهم المادي متواضع، مكانتهم الاجتماعية متواضعة أو ذكائهم متواضع، بس هدول كانوا هيك يجوا يعني درجة ثالثة. هون هالتراتبية هي بحد ذاتها يعني شرخ اجتماعي بين
وهالتمييز الطبقي والتمييز يعني بشكل او باخر يلي بحط ايضا يعني احنا اذا شوي بنفكر بهاللي وصفتهم آلاء يلي كانوا على الهامش بهالنساء يلي كانوا على الهامش ايضا بهالظلم او نوع من العنف النفسي يلي عم يتمارس عليهم بغض النظر حتى اذا ما فكرنا بالنساء اللي هن خارج قبيسيات بيعتبروا ادنى وبالنساء من المكونات الاخرى وايضا يلي بيعتبروا ادنى سواء من مرتبه يعني ما يعرف ب الطهارة أو المحافظة على النفس أو 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 إلى آخره. ما كانت محجبة مرتبتها كثير أقل كمان. فأنا بحط الفكرة إنه ما في كان تجيش على الطوائف، في كان سمة ال يعني لازم يكون كله مثل بعضه، يعني مثل ما قالت نور حتى المو محجبة هي مو مرغوب، لازم تكون مثلهم، سواء كانت يعني سواء كانت يمكن متدينة أو لا، هو الاختلاف كان مرفوض عند القبيسيات. حرية الاختلاف كانت مرفوضة فقط، ما كان مشكلتهم مع الطوائف، كانت مشكلتهم مع الاختلاف. يعني سياسة القطيع القطيع تطبيع سياسة القطيع. الكبيسيات هن منظمة سياسية تابعة للنظام، موضوع انه بدهم يجيشوا الطلاب على قوميات ثانية او طوائف ثانية، هذا حيكون ضد النظام اولا. موضوع هن الحصر تفكير العوائل والناس المتعلمة وغير متعلمة بهدف معين، اتبعدوا تماما. وأولا ما كانوا منظمة دينية، هي منظمة سياسية بامتياز، عندهم هدف معين. واللي عنده حتى مثل ما ذكرتي حضرتك سميرة، اللي متعلم او غير متعلم، اللي عنده شويه فكر يفكر بموضوع اللي يعني يعملوه القبيسيات، انه لا نحن ديننا الاسلامي مو هاي تعاليمنا، تعلمونا الطهاره كيف نصلي وكيف نطيع الزوج. وعلى فكره صح تماما انه بتطيع الزوج، اما في حال بتطيع الزوج او الانسه تبعها، لا بتطيع الانسه تبعها وما بتطيع الزوج. اللي بيخوض هيك شوي بفكر بموضوع القبيسيات، لا بلاقيهم من المنظمة السياسية انشأها النظام تماما بعد الثمانينات، انشأها النظام زراعة لأنه وقف كل شيء، علماء دين وقفها عن التعليم. نعم. حتى صار يصير حلقات علم بالبيوت بالخفاء. نعم. وصلها النظام ووقفهم احتجزهم. يعني في من العلماء، انا كان في عنا انسه بتعطينا، اخذوها لعنده خلوها تعطيهم درس مثل ما بتعطي الناس. وبعدين سمحوا لها كمان كانت في بريد دمشق، الريف كان شوي اخف ضغط عن مدينه دمشق، سمحوا لها بالطريقه اللي بدهم اياها، يعني الخطاب الديني موجه من عنده لهدول المشايخ والأنسات كيف بدهم يقدروا يوصلوا تمام. يعني مدام ملك بتوافقيني رأي على فكرة على فكرتين، انه هي زراعة من ازرع النظام النقطة الأولى، والنقطة الثانية هي عملية استبدال للشيء اللي كان موجود بشكل طبيعي بالمجتمع بالفترة، ويمكن انه يكون هو كان يعني ما كان موجود قبل هو نتاج طبيعي للمجتمع الدمشقي، سواء المجتمع الدمشقي او المجتمع السوري، لكن تم استبداله بشيء مصطنع. وهي الفكرة اللي ذكرتها ايضا قبل بشوي احدى المداخلات، انه هي شيء مصطنع للحلول عوضا عن شيء ما. بتوافقيني على هدول الفكرتين؟ طبعا. ومثل ما حكيت الستين لكمان، انه شو الهدف من القبيسيات؟ هم المقتنعين باللي عم يعملوه ولا في اهداف ثانيه؟ لا، في اهداف ثانيه. هن اخذوا شو المميزات كانت لهم؟ شو بالمقابل يعني؟ لهم كل المميزات. مثلهم مثل اي سلطه بالدوله، هي مع السلطه، موافقه مع السلطه، تعمل كل شيء، إلها كل المميزات من السلطة. في منفعة. مميزات تماماً هيكل تحت السيطرة. تحت السيطرة. طيب الدور إليك كان مدام إذا تفضل. وبحب ضيف كمان عم تقول للأخت لانا إنه بالثمانينات أو بعد الثمانينات صار قوي شوي. أنا بحب ذكركم إنه كان في معاهد لتحفيز القرآن.
معاهد الأسد لتحفيظ القرآن كان في، إذا كان في معهد أو اثنين أو ثلاثة ممكن بدون مبالغة ممكن يكونوا 100، لأنه بلشوا يكبروا 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 يتطوروا لقبل الثورة بشي 4-5 سنين فتحوا جامعة، وهي جامعة الفتح تدرس فيها اللغة العربية والشريعة فقط، وتخرجوا طلاب وطالبات وعم يدرسوا، وهدول هن اللي تابعين كمان للكويسيات، لأنه كانوا الدكاترة اللي عم يعطوا هن نفسهم، إن كان دكاترة رجال أو نساء هن نفسهم اللي كانوا عم يدرسونا أو عم يدرسوا الكويسيات، نفس المؤسسة. فهن فهو تصور تحت جناح السلطة. أي سنة؟ بس أي سنة؟ ممكن أنا على هذا ما السؤال، السؤال المطروح هو أي سنة بدأوا؟ أنا قرأت عملت بحث على الإنترنت، ما بعرف إذا دقيق، قرأت من عام 1975 ومنيرة القبيسي تماما. لكن الجماعة كانت نظام 2006. لا الجماعة اعترفت من خلال النظام بال 2005-2006، بس هي قبل كانت موجودة وعم تشتغل. موجودة، وكان في طبعا في معهد نحن كلنا نعرف معهد أبو النور ومعهد بالمزي معهد الفتح، فهدول المعاهد اثنين المرخصين من الدولة، وهدول كانوا بعد 75. فبتذكر حتى أنا بال 96 كان في معهد أبو النور، وكانوا يفوتوا كلهم لهم محاضراتهم، وكانوا موافقة من قبل السلطة، يعني كان أخذين موافقة نظامية إنه نعمل هالدرس الفلاني. طبعا وكانت بس من بلا مقطوع عن حديثك، الدرس الثاني بده يكون مارد من عند المخابرات. طبعا انا هذا كله عم بحكي يتوافق عليه. نعم ويتعدل من عند المخابرات السورية. تماما، يعني هون عم الشيء اللي كان خلوها بشكل طبيعي. نعم تماما تماما، وهذا قبل قبل سنوية كمان. اذا بده بس تسجيل الادوار لو سمحتوا عندي. مدام ميادة، مدام ليندا بتحبي تسجلك دور؟ تمام. وانا مدام. طيب بس انا بدي قبل ما ارجع اعطي الادوار اكد على نقطه ذكرتها الاء مهمه كثير كمان لحتى نركز ونضوي عليها، هي نقطه لازم يكون الكل بيشبهوا بعض. يعني هون ركزت كمان خلال حديثها على الفرق بين السيدة اللي كانت ترتدي بشكل مختلف قليلا، يعني ممكن اعتبار هذا الموضوع نوع من كود او شفرة مجتمعية تميز هالتابعات لهال، تماما مثل الالوان تبع الحجاب او الى ما هنالك. كمان هي النقطة من الضروري انه نأكد عليها لأصغارنا، نوع من سياسة القطيع والقبول بها السياسة القطيع. بس نقطة بسيطة، ممنوع لأي منتسبة للقبيسيات تحط الحجاب اللي هي تختاره. الحجاب مثل ما حكيت آلاء بده يكون بالتسلسل، هن بيرفعوها، هي درجات هن بيرفعوها، وإلا ممنوع هي من نفسها. يعني هي إذا كانت تحط حجاب أبيض ممنوع تحطه أزرق. نعم ما بتصير تحطه أزرق، أنتي أبيض. تنظيم سياسي بالنهاية. نعم تنظيم سياسي. هذا أي نتيجة اللي عم نتوصل لها؟ تفضلي مدام ميادة حتى ناخذ بالأدوار بعدين نقول. تفضلي. بالحقيقة أنا عم حاول أعمل الربط السياسي يلي مو مثل حابين إنه نشوفه. سألت إمتى بلشتنا مع عدد المدارس أو مدارس تدريس القرآن، معاهد تدريس القرآن. ما بعرف إذا هو بلش بالثمانينات بعد اللي صار بحما. تفضل. شو حدا بيقدر يجاوب على هذا السؤال إذا عندكم فكرة عن الموضوع؟ أنا بتصور هو توظفت مثل ما قالت الدكتورة سميرة، إنه هي بلشت حركة صوفية حابة يعني تعيش حياتها الدينية، بعدين بعد الثمانينات توظفت سياسيا. يعني أنا هذا رأيي، ما بعرف. أنا اللي بدي أضيفه إنه إذا بتتفقي معي إنه عدد المعاهد زادت، قالوا زادت بعد هيدي الفترة، فهو تماما استخدمها بده يسترضي السنة بعد اللي صار بينهما. كمان بده يسترضي السنة تجار الشام، لأنه كتير بيهدون الشام كل الناس. إذا سقطت الشام هو بصير أضعف.
لأنه هو علماني وهو بيخلي الناس تصلي دليل خلاهم يعني هيدا التوظيف اللي نوع من الاسترضاء تماما ايضا فرضيه كثير مهمه نوع من الاسترضاء لل خلينا نقول يعني النسبه العظمى من الشعب وبالاخص التجار تفضل استاذ كرود شكرا كثير على اللقاء تبعك ان شاء الله ما اكون مطفل عليك بالعكس اهلا وسهلا فيك اتمنى كان العدد يكون اكبر ايضا انا ما بعرف اذا كان في دراسه ميدانيه صارت داخل سوريا لباحث اجنبي سوري عن القبيسيات بال يعني قبل الثوره انه كيف نشأوا وكيف صاروا هل هم جمعية مدنية؟ هل هم جمعية سياسية؟ هل هم جمعية العلاقة بالإخوان المسلمين؟ في ناس بيك الكويت شغلات أحياناً على الإنترنت مين بيحط المشرفات؟ مين يعني بيحطهم بمراتب العليا؟ مين هم اللي المسؤولين الكبار عن التنظيم؟ مثلاً شو طبعاً بالمدرسة السورية بالثانويات والجامعات في تعليم ديني يعني بالبكالوريا في مادة العلوم الدينية شو هن موقفهم من مادة العلوم الدينية بالنسبة اللي بتدرس بالمدارس السورية؟ أنا تركت سوريا عام 82 وأكيد عام 82 هيك فكرة إنه ما كانت موجودة بنو قبيسيات ويعني كأنه هي خارجة عن المجتمع السوري اللي ما تفضل المدارس أول شيء أنا ما بعرف إذا عندكم فكرة عن الموضوع شكرا كثير لك هلا بما يخص موضوع الباحثين يوجد كبحث علمي حقيقة بحث واحد فقط باللغة الفرنسية موجود بشكل رسمي ومنشور بمجلة محكمة علمية وما وجدت غيره طبعا نحن اليوم معنا كمان سيدة قاعدة عم تعمل ماجستير ومهتمة بهالموضوع هذا هلا بنعطيها الحديث أيضا وبعرف انه في باحثه ايضا فرنسيه مهتمه بالامر وكانت عم تبحث عن مصادر تماما لكن اكثر من هيك بحث منجز كامل عن الموضوع احد علمي لا يوجد تفضلوا بهالسياق انا بصراحه ما دورت على بحوث علميه عن القبيسيات كل اللي حكيته اليوم نابع من تجربتي الشخصيه ومن تفكيري الخاص يعني حتى انا بصراحه ما بعرف امتى يعني أنا ما تجاوزت الحجاب الأبيض بس ما بعرف إمتى الوحدة بتبلش تستوعب هي اللعبة الكبيرة وبتقرر إنه هي تقبل ممارسة الدين هذا جزء من الدين أو إنه فعلاً تتجه باتجاه يعني إمتى تأخذ مكانه لأنه بتوقع إنه في منهم خلاص بيقرروا بالآخر إنه نحن زم النظام نحن نعمل اللي بالدنيا بيقولوا نحن أوكي حنسايب وحتى نطبق قلت مو ما بعرف لكن كل شيء قلته اليوم عن تجربتي انا اللي بعتبر انه يعني كمان انه هي طويله مع ضمن هي الجمعيه النسائيه هلا بتصور انا اذا فكرنا بالتفكير انه ليش حاليا القبيسيات صار انه تمثيل بمجلس الشعب السوري بعهد بشار الاسد جامع ابو النور هو قبيسيات كان مسؤول عنه المفتي جمهوريه عربيه سوريه اللي هو كفتارو فانا بتصور هذا التسلسل كله بيخليك تربطه مع بعض من اداه لهذا النظام انا هيك بتخيل هاي وجهه نظري وبالتالي السؤال اللي انطرح انه هو من يحدد موقع قبيسيه ضمنه هو بالنتيجه بشكل او باخر مرتبط بالنظام المخابراتي تماما مثل ما كان تحديد رجال الدين حتى المسيحيين الكهنه وتسميتهم مرتبط ايضا بالنظام الاستخباراتي لحتى وصلنا لنوع من المجتمع اللي مسيطر عليه من كل النواحي بأزواء النظام فأنا هي فرضية لكن بالتأكيد وجود بحوث مستقبلياً بتفند هالموضوع بشكل أكبر بيكون له أهمية كبيرة عندي تسجيل الأدوار حسج الأدوار بس بتلفع هالنقطة بس تفضل النظام ما هو اللي بيسوي هو ممكن يوافق بس هو اللي بيحدد انه عنده يكون تمام يعني يقول نعم او لا على كل الاحوال تمام تفضل سؤال عن التربية الدينية تفضل صحيح حضرتك سألت مشان المادة التربية الدينية بالثانوية كانت معنا يعني ما بتدخل بالمجموع بتتقدم بس ما بتدخل بالمجموع هذا الحكي لآخر شيء يعني لل 2011 هذا اللي بعرفه بعدين ما بعرف كيف صار بس هي كانت دائما طبعا بالسنين اللي قبل إيه لا تدخل بالمجموع بشكل طبيعي بس بالبكالوريا لا لانه بالنهايه هو بشكل رسمي نظام علماني بشكل رسمي رسميا هو دوله علمانيه فمشان هيك ما كان يدخل ماده التربيه بس بالنهايه هن ما بيهمون الشيء اللي مكتوب بالكتب اللي عم تنعطى لكل العالم
هن بيهمون هن شو عم يزرعوا بعقل الناس. طبيعة الحال كتب التربية الإسلامية على تناقض مع مادة العلوم الدينية. لا 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 لا, 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 لا طبيعة الحال بطبيعة الحال اللي كان ينعطى بالتربية الدينية يعني ما في شيء شوية أحاديث شوية قرآن وفقه مثل العادة. الفقه ما فيه شيء ما فيه تفكير. الفقه هيك بنغسل هيك بنعمل هيك بنطلع. نعم تفاصيل مثل ما وصفتي تماما وي. قبل بشوي تماما وي. تفضلي مدام ليندا تفضلي. بداية أحب أشكركم على هاللقاء وهالفكرة بطرح الموضوع هذا كثير مهم عشان عرفنا ما هي القديسيات وحركة القديسيات. بصراحة أنا كسورية ما عرفت يعني أي فكرة على هالموضوع. تركت سوريا من الثمانينات من نهاية السبعينات بداية الثمانينات. نحن بالجزيرة السورية ما في هيك نشاطات. لكن الشيء اللي لاحظت من طريقة الكلام تبعكم إنه السياسة اللي بتدار فيها النشاطات للقديسيات هي تماما نفس السياسة اللي كانت تدار منظمات الشبيبة من طبائع. أنا أتذكر صغيرة والطبائع والشباب كان الناصير والعضو عامل وما بعرف شو الدرجات هدول. كان تقريبا نفس الحلقات ونفس الاجتماعات وهذا اللي هو مختلف بحسب عميل. فتقريبا عم بشوف القبيسيات بطريقة دينية والشبيبة الثورة بطريقة علمانية أو سياسية أو مثل ما كان يقولوا بعثية. فهو أنا الشيء اللي عم بشوفه هو نفس السياسة بس بطريقة مختلفة بطريقة دينية. عنا بالجزيرة مثلا ما كان عنا قصة القبيسات لأن المجتمع بالجزيرة مختلف كليا عن المجتمع المجتمع الجزيرة هو مجتمع عشائري مجتمع قومي بدوي عشائري وقومي قومي إسريان عشوريين كرد عرب. فطريقة التعامل مع المجتمع كانت مختلفة مع الشام ومناطق الشام. كانت تعامل النظام كان موجه لرؤساء العشائر ولرؤساء الكنائس ورؤساء الجوامع. فهلا سمعت وحدة قالت الأخت إنه حتى الدرس اللي كان بينعطى بالحلقات القبيسيات كان مراقب من خبر من قبل المخابرات. نحن بحلقات البعث لما كنا نعملها الاجتماع كله كان مسجل وكان مراقب. الخطاب كان مراقب بالكنيسة الكاهن الكرازة تبعه أو الخطاب تبعه كان مراقب كان محضر من قبل. اختيار الكاهن إنه بيصير كاهن كان محضر من قبل رجال الأمن. يعني نفس الشيء رجل الشام نعم يعني مقاربة تماما سليمة. أيوة يعني إنه هل النشاط القبيسيات هو 100% عمل سياسي خاص بنظام الأسد ونظام البعض ما بنشوفه بمكان ثاني. يعني أنا عم بفكر الذكاء شلون قدر يدير المجتمع السوري عوضا ما بيقدم المجتمع يفتح مجال العمل المدني والمجتمع المدني والجمعيات والنشاطات الثقافية والنشاطات الاجتماعية خلق النشاطات المسيرة 100% كل منطقة حسب طبيعتها الجغرافية والسكانية الاجتماعية أنشأ لا الإدارة الخاصة فيها 100%. لكن أنا بس بخالفك بمصطلح الذكاء هو الخبز حقيقة. هو خبز ذكاء تمام. رح نعطي دور عنا الأستاذة لو سمحتوا تماما. هي أدوات هيمنة تماما. تفضلي أستاذة ليلى. يعطيكم العافية مساء الخير. أنا أسعى التأخير. بالنسبة ل أنا حأحكي أكثر من نقطة وفي لي أنا تجربة كمان مع القبيسيات. هلا هي الحركة بلشت بالسعودية وبلشت بالثمانينات بعدين نشطت بلبنان وبعدين بسوريا. هلا هي ظهرت على أرض الواقع بسوريا بال2000 وبلش تأخذ دور بال2000. فالنظام مثل ما حكيته هو خبيث يكونوا تحت إشرافه وتحت هيمنته وتحت إنه هو عارف بالاسم وبالعنوان وبالتفاصيل الأشخاص الموجودين. أحسن ما يعملوا هن تنظيم من وراء
فكان لها أكثر من هدف، في لها أهداف واضحة وصريحة وإلى أهداف باطنية. هلا إذا بنلاحظ هي موجهة للنساء وللأطفال، يعني الذكور ما لهم دور بهي المنظمات، لأنه هن النساء قادرين على جذب الأنثى اللي هي مثلهم أو تشبههم، ونتيجة وجود فراغ عند بعض السيدات اللي هن ما هم مرتبطين بعمل معين، كانوا يجوا عن طريق الترغيب بهي الشغلة. حتى للأطفال كانوا بطريقة كتير بشعة، يعني أنا لمست هذا الموضوع من خلال أكثر من طفلة بالمدرسة صف السادس قمت عملوا لها حفلة حجاب، وأنا دعيت على هي الحفلات. هن بيتقبلوا أي شخص مين ما كان، هن المهم بيبلشوا مثل كأنه بيرمس النار بيجذبوا الواحد. يعني أنا كانوا بتقلي الأنسة تبع المدرسة اللي كنت روح عليها إنه أنا شفتك بالمنام وبالجنة وفي شيء حلو كتير ومدري شو، اليوم عاملين مولد تيجي تحضر المولد؟ قال لا إيه، ويقوموا يعملوا المولد ويصلوا أنا عم بتفرج عليهم ما يقلوا لي شيء، وتضيفوا واطلعوا واحكي أنا وياهم، يجوا تاني مرة كمان يوم عاملين مولد بتيجي؟ قال لهم إيه، روح اسمع الحكي تبعهم وشوف شو عم يعملوا كذا وهي. يعني بالنهاية لما بيشوف الواحد ما في منه أمل بيتركوه، بس بيدعوه أول مرة وتاني مرة وثالث مرة، بالأخير بيتركوه وقت بيلاقوا هالإنسان ما رح يكون ضمن المجموعة تبعهم. هلا في نقطة كمان أساسية، إنه نحن في عنا سنوية شرعية بدمشق إذا بتعرفوها بدوما، أنا فايتة على السنوية مع طالباتي تبع الجامعة وزايرة السنوية، وكمان المناهج كلها طبعا تحت إشراف الدولة، وهن أغلب البنات اللي بيطلعوا من هاي السنوية أما بيروحوا على جامعة كلية الشريعة أو بيروحوا ضمن القبيسيات. إذا بتعرفوا إنه هي ليش الاسم القبيسيات ما بعرف نذكر إنه هي سيدة سورية بتنتمي لأسرة دينية، لأسرة محافظة دينية. هلا في إذا أنا بدي أحكي ما رح طول كتير، بس بدي أحكي من ناحية سيكولوجية بالنسبة لأختصاصي، شو سيكولوجيا القبيسيات أو هن شو الهدف من هاي، هن الهدف الباطن اللي عندهم غير الإطار العام تبع النظام الأسد اللي أنتوا حكيتوا عنه. هلا هن بيعتمدوا على النمط القصصي أو نمط إنه أنت عمل هاي الشغلة الخير رح تحصل على خير من بعدها، فبيعتمدوا كتير إنه فلان مدري شو هذا الخليفة والرسول وكذا عمل كذا وكذا وكذا، فهو حياخد حسنات من الجنة. فهن بيحاولوا كمان يمجدوا شخص من خلال اللي هي الأنسة تبعهم أو ما بعرف شو بيسموها، وإنه هاي اللي بتحكي الأنسة تبعهم بتصير مثل شغلة مقدسة عندهم. يعني إذا واحدة، يعني أنا من ضمن الجلسات واحدة متزعلة هي وأبوها، فقعدت تقول لا ما بيصير، بتروح حسناتك وبدك تعملي مثل ما عم قلك، تروحي بتراضي أبوكي وبدك تكسبي حسنة فيه وما بعرف شو. فكان دائما هدف السيدات اللي هن للأسف سيدات، يعني ما بيستعملوا عقلهم مثل أغلب الشعب العربي اللي هن بيمشوا وراء عواطفهم بدون الحكم العقلي تبعهم، أنه هاي الشيء فيها خير يعني. وهذا الشيء يعني المجتمع العربي سلبية كتير فيه، يعني أنت نحن بدنا نطلع من العواطف والمشاعر ونشغل عقلنا، أنه في شيء عقل بيقلك أنه هاي اللي عم تحكي هذا الحكي موجود بالكتب، فيك انت تروحي وتشوفي. نعم. كتاب القرآن هو منزل عند رب العالمين، ليش انا تشرح لي اياه وحدك؟ انا فيني روح اقرا وشوف شو مكتوب فيه. نعم. لما تحكي لك قصة طبعا بتقول لك مدري شو راح اعمل كذا سوا، طب انت صدقتي القصة اللي موجودة عندها؟ فهن بيعتمدوا على الحكاية، والعقل بحب الحكاية والعقل بحب الكلمة. فهن دائما بتوجهوا الجلسات طبعا كلها قصصية، انه فلانة لبست الحجاب وصاروا الشنور ومدري شو حسناتها صاروا بجي مليون حتى بس يعملوا. فهن لهم سيكولوجيا معينة. هلا لما بلشوا هن يطلعوا من تحت سيطرة الدولة، لما بلشت امورهم الباطنية تظهر، لانه هن بالنهاية تابعين لتنظيم اكبر هو مكانه بالسعودية، وفي حتى بلبنان مجموعة القبيسيات بس ما عندي فكرة شو اسمه. هلا بلشوا هون يضغطوا عليهم انه الكبير طبعا يجروا على الفرع، قلنا اسم مين ومين ومين عفوا كذا، فبلشت تخف شوي هي الحركه. نعم. ولكن لحد هلا لساتها موجوده، ولكن باطار ثاني، باطار متحضر اكثر. يعني ما عادوا يستخدموا مثلا انه نجذب فلانه وعلانه، صاروا بيتقربوا من الدوله تحت وزاره الاوقاف انه تابعين للمفتي، تابعين لفلان، تابعين لعلان، اخذوا يعني شكل رسمي طبعاً. ضمن سوريا طبعاً. وبالحقيقه يعني اخر خطاب لالون بذكر جمله كثير يعني اخذت فعلا، يعني كان لها اثر سلبي انا عندي، انه هن بدهم يوصلوا لاقصى بيت باقصى مدينه باخر قريه بسوريا. فهالرغبه هي بالتمدد والسيطره على الهيمنه على عقول النساء السوريات، يعني لمصلحة مين بتخدم بالدرجة الأولى؟ بس خفتي يعني، هي بس بلشت الثورة حتى قبل. يعني أنا كنت على تواصل معهم بين 2000 لل 2006 2007،
بعدين ما عاد يعني انه خلص انه انا مليت من السيره تبعكم وضلوا يقولوا لي يعني وضلوا يعزموني موجودين استاذه ليندا يعني هلا موجودين بس مو بطريقه انه تعي انت مثلا صيري مع المجموعه او مع الجروب او انت صيري تحت اسم الخبيسيات هن لا طلعوا من الفئه الادنى اللي كانوا يشتغلوا معه صاروا لا صاروا متوجهين للفئه الاكبر عند المفتي عند ما بعرف المشايخ الكبار اللي هن ضمن هي عفوا هي المجموعه يعني ما عادوا عم يتوجهوا للشارع صاروا هن عم يثبتوا حالهم كمجموعه عند السلطه يعني عند الناس الاكبر السلطه هذا اللي حكيته قبل شوي كمان لانا بتمثيلهم بمجلس الشعب تبعيتهم لوزاره الاوقاف او الاعتراف فيهم رسميا وزاره الاوقاف حتى صار في اعمال بتقوم فيها وزاره الاوقاف حاليا هي مفروض هي من مهام وزاره الداخليه يعني حتى النظام الاسد ادمانه يعني عنده هيك بده يسيطر على العالم بطريقه العواطف والمشاعر والجانب الديني وبده ضل حاطه عائق قدام العالم لحتى ما تتفتح عيونه فحط انه وزاره الاوقاف في بعض الاشياء مسؤوله عنه هذا غلط نعم يعني غلط انت بدل ما تطلع تتجه للعلمانيه اللي انت على اساس عم تحكي فيها لسك بتنزل العالم لتحت نعم فهذا الشيء شكرا كثير على الشرح الناحيه النفسيه اللي بيكسبوا فيها السيدات وهي يمكن ما كثير موجوده اللي حكت عنها آلاء هي موضوع او الاحرى نور هي موضوع المكافاه من وقت يكون طفل كيف في يعني نظام المكافآت سواء يعني بتبلش مكافآت رمزيه لكن بعدين تتطور عند الانسان البالغ بمكافآت باسلوب على فكره اسلوبهم كثير حلو نعم يعني كثير عندهم اسلوب حلو لجذب الاطفال وجذب النساء نعم. بس انه وين الفكره لما المره بدها تفكر بعقلها انه انا وين رايحه معه لوين انا واصله معه انه مو مشكله انا بقعد بسمع قصص حلوه وبسمع قصص تدعي للخير وكذا بس ما فيك تفرضي علي انه انا لاني مسلمه انه لازم انا احط هذا الحجاب او انا اكون مثله او انا اسمع او الراي اللي بدك تعطيني اياه هذا الراي صح هاي قبل ما تابع الادوار بدي اسال بس اذا باللغه الفرنسيه اذا في حدا il y a quelqu'un qui souhaite poser des questions en français. Je crois qu'on a Alexandra avec nous. Si, vas-y. En fait, toutes les quatre, nous parlons français, donc il n'y a pas de souci. Ça vous plaît ou déjà vous français ou arabe ou vous ma vous. Vas-y. Salam alaikum. En fait, je suis française et chercheuse aussi sur la Syrie, en particulier sur les femmes syriennes. Donc, je me suis intéressée notamment au mouvement de la Koubaïsiyat et également le mouvement de la Tariya. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de scientifiques, notamment américains, qui ont un point de vue assez particulier sur la question, avec lequel je ne suis pas d'accord d'ailleurs. Ils considèrent que des mouvements féminins islamiques comme la Kouftaria ou la Koubaïsia sont finalement des mouvements qu'ils appellent du féminisme islamiste, car ils pensent que ça permet aux femmes d'investir les lieux publics et donc finalement de prendre quand même un petit peu, de s'émanciper d'une certaine manière. Bon, personnellement, j'aurais tendance à penser qu'au contraire, c'est des mouvements qui peuvent aussi étouffer les femmes, car ça fait un contrepoids avec des mouvements laïcs qui proposent un autre projet, on va dire, pour les femmes et pour qu'elles puissent s'exprimer. Mais je voudrais savoir ce que vous en pensez, vous, de ces analyses qui assimilent un petit peu les mouvements féminins islamiques à du féminisme occidental. بس رح أعطي ترجمة سريعة بالمختصر للي قالته أنه في تيارات يعني أو تحليلات بالأحرى بتقارن بين جماعة الكبيسيات أو التابعين لكفتارو أيضا بيسمون النسوية الإسلامية أنه هن يعني بشكل أو بآخر مقابلين للحركة النسوية بالغرب هي عندها رأي تاني وهي طبعا باحثة بمجال المرأة وأيضا هلأ عم تهتم أكثر بالمرأة السورية وبالحركات الإسلامية بتعتقد أنه هن بشكل أو بآخر ثقل يقابل الثقل العلماني أو الحركات العلمانية ل النساء بأماكن وجودهم وعم تطلب رأيكم بها النقطة هي بتحبوا تجاوبوا فرنسي أو عربي نورا في الأحوال ممكن ترجم عليكم تفضل Bon, moi honnêtement, je vois les Koubaïsiyat que comme une création en fait par le régime politique pour contrôler le peuple. Il n'y a pas de moyen de contrôler le peuple syrien sans passer par la religion. Parce qu'il y a Il y a une histoire religieuse en Syrie. On ne peut pas ignorer que le peuple appartient à une certaine. Ils ont une certaine appartenance religieuse. Pour contrôler le peuple syrien, il va falloir passer par la religion. Et les Koubaïsiyat, c'est un outil, pour moi,
par mes convictions, c'est un outil créé par le système pour pouvoir contrôler le peuple syrien. Les femmes et le peuple. Exactement. Juste par rapport à ce que vous dites, c'est intéressant parce qu'on voit que justement, les années 70, ils ont d'abord, enfin, les années 80 plutôt, ils ont d'abord créé la Kouftaria, justement la pub de Kouftaro et de sa nièce Wafa. Et finalement, les Koubaïsiyat qui ont été créées par Koubaïsi Mounira dans les années 90, elles ont été reconnues par Bachar el-Assad en 2005. Ouais. Donc, alors que la Kouftaria, elle, a été reconnue depuis le début. Donc finalement, est-ce que c'est vraiment totalement créé par le régime ou est-ce qu'il n'y a pas aussi une origine plutôt islamiste ou tout simplement l'origine de la part de Mounira Koubaïsi qui aurait pris cette initiative par elle-même, qui aurait ensuite été instrumentalisée par le régime lorsqu'il a peut-être fini par avoir une opportunité. Je ne saurais pas dire, mais je pense que le régime a pris son temps pour décider est-ce que ça marche ou ça ne marche pas avant de dénoncer que de reconnaître cette organisation comme une organisation officielle reconnue par le système. En fait, même moi, j'ajoute à ce qu'elle dit, à ce qu'elle a dit à là, je suis tout à fait d'accord que c'est un outil, mais en fait, on ne peut pas dire qu'elles n'ont pas été autorisées avant 2005. Elles étaient là, elles exerçaient, ça veut dire qu'elles faisaient des réunions, etc. Donc, ce n'était pas interdit. Voilà. Mais le régime, en tant que régime laïque, entre guillemets, ne peut pas dire que lui, il autorise et au contraire, il encourage ce genre d'associations ou de mouvements. Mais en réalité, c'était autorisé, tout simplement. C'est mon avis, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. De toute façon, tolérer et encourager, effectivement. Et soutenu aussi. Il fallait qu'il soit interdit, autrement il aurait été rejeté par le peuple. Tout à fait. Donc là, on revient à l'idée de Allah qu'on ne peut pas contrôler sans passer par la religion. Vous êtes d'accord? Tu veux ajouter quelque chose, non? Tu as d'autres questions, Alexandra? Oui, je me demandais s'il y avait une sorte de concurrence justement entre la Kouftaria et la Koubaïsiya. في تنافس بين الكفتاريات والكوبيسيات أحد عنكم إذا كنتوا تعرفوا أنا ما بعرف سجل أدوار إذا سمحتوا لي عندي رأي أنا مدام تفضلي بعدين مدام أميمة بعدين الأستاذ تفضل عندي رأي إنه ما في تنافس بين القوتين هذولا يعني القوة اللي عم بتكون اللي هي أداة للقبيسيات هي عبارة عن عصا السلطة بين الأسر السورية تماماً. فما في تنافس لأنه ولا إن القوتين يعني مقابل بعضهم البعض هي عبارة عن قوة أساسية ورمي العصا مع هامش من الحرية للقبيسيات بشكل عام باسم الدين. On a une réponse à ta question, Alexandre. En fait, il n'y a pas de compétition entre les deux, Italiat et Koubaïsiyat. En fait, c'est tout simplement c'est un outil du pouvoir. Donc, il n'y a pas de force, selon la dame. On n'a pas deux côtés, on n'a pas deux forces. On voit notamment dans les prêches soi-disant plus ouverts des soufis d'Achabandi et donc de la Kouftara, on a les mêmes injonctions contre l'impureté des femmes, etc. Avec notamment quelque chose que j'avais pu lire dans un travail de Kalbach, une chercheuse, qui montrait un exemple où les femmes qui avaient par exemple leur menstruation ne pouvaient pas rentrer dans la mosquée et que même dans un univers totalement féminin, on gardait quand même ce genre de dogme, et c'est là que quand on voit ça, on peut difficilement assimiler ça à une émancipation des femmes, car si on traite d'emblée les femmes d'impures dans quelque chose qui est pourtant totalement naturel, ça me semble poser problème pour toute possibilité d'empowerment ou d'émancipation. Tout à fait. Ce n'est pas que chez les Koubaïsiyat. Non, tout ça, à fait. Ça fait partie de la religion. Oui, c'est marqué dans le Coran. Justement, on aurait pu s'attendre éventuellement. Si le mouvement avait en effet été éclairé,
à ce qu'il y ait une remise en cause éventuelle ou au moins une volonté de réforme, ce qui n'est absolument pas le cas avec les Koubaïsiyat qui, de ce que j'ai pu comprendre, sont même plus proches des Wahhabites que de la religion, que de l'islam, quand il est pratiqué par la plupart des sunnites. Justement, en fait, on revient à la première idée, c'est que ce n'est pas un mouvement féministe du tout. C'est pour ça que nous ne pouvons pas dire qu'il aurait pu avoir un mouvement plus éclairé ou pas, parce que c'était lié à la religion. Pour elle, il fallait juste suivre les instructions, et puis voilà. Il n'y avait pas un point de réflexion, il n'y avait pas un point de réflexion, enfin, ou de pensée. Tout à fait. Tu peux ajouter quelque chose par rapport à ça, Alia ? Non, par rapport au lien entre Wahhabi et... Moi, je pense que l'outil principal chez les Koubaïsiyat, c'est vraiment ajouter ou comment dire, exagérer avec le nombre de contraintes et de restrictions que la femme... Fait au quotidien. Oui, voilà, aux femmes syriennes. C'est ça, en fait, leur force, ça vient de là. C'est qu'on arrive à contrôler ces femmes parce qu'il y a trop de restrictions, trop de contraintes. Voilà. Tout à fait, c'est même... Moi, ça me fait penser à une secte quand je vois la manière dont ça fonctionne. C'est vraiment un environnement, on coupe les femmes de leur famille, on les oblige à choisir, même de leur mari. Tout à fait, tout à fait. Donc je vais donner la parole à Madame Oumaïma parce que ça complète l'idée. Oui, je viens parler de vous parce que je ne sais pas pourquoi. Dans ce que disent les Américains, il y a quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement et puis il y a l'évolution du mouvement. Aujourd'hui, j'ai demandé à une amie, elle me dit, mais Oumaïma, ma fille ne peut pas trouver du travail, ne peut pas trouver un mari si elle n'a pas des relations avec le Koubaïsiyat. Donc au jour d'aujourd'hui, ça devient un pouvoir. Donnons le temps au temps. Parce que sous l'écrasement du début, il y a maintenant une prise de force. On vient de dire aussi qu'elles ne cherchent plus maintenant à amadouer, elles ne sont plus maintenant à la mendicité pour accueillir un nouveau membre. Donc elles ont pris de la force maintenant, elles s'adressent aux sphères du pouvoir. Donc il y a les Koubaïsiyat d'hier, il y a les Koubaïsiyat de maintenant, il y aura celle de demain. Dans ce mouvement qui est de l'islamisme, du féminisme islamiste, il va avoir une vie et des étapes et une évolution. Et voilà. Par contre, je ne veux pas rajouter de la confusion à la confusion. Je n'ai pas trouvé encore une réponse qui m'inquiète beaucoup. Parce que le mouvement des Koubaïsiyat et cet intégrisme et cette hypnose des femmes n'est pas seulement syrien, c'est quelque chose qui devient international. Et il paraît qu'il y avait dedans comme une façon pour voir à l'intérieur des familles et les composantes des sociétés. C'est peut-être un outil beaucoup plus important et grave qu'on le soupçonne. Merci. Je pense comme vous, d'ailleurs, on voit que ce mouvement est d'abord apparu en Égypte avant d'apparaître en Syrie. Donc, dès le départ, c'est quelque chose d'international. D'accord. Donc, on profite de ta présence, Alexandra. On s'est demandé tout à l'heure, est-ce qu'il y a des recherches par rapport à ça? On n'a trouvé qu'une seule sur... Alors, il y a des recherches scientifiques. C'est quelque chose qui a été pas mal lancé par, de ce que j'ai vu moi, plutôt les Anglo-Saxons et en particulier les Américains. Parce qu'il y a une chercheuse notamment, vous pouvez trouver ça assez facilement, je peux vous le transmettre sinon. C'est un article sur la Koubaïsiyat qui a été écrit elle a un nom particulier, mais je peux vous le retrouver. D'accord, très bien. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est dans les recherches sur le féminisme, ils appellent ça le féminisme islamique, mais bon, en tout cas, tout ce qui est mouvement islamique féminin, on a vraiment deux dimensions. À la base, c'était beaucoup sur le mouvement soufi, et donc la Qutariya principalement. Et là, dernièrement, on a un essor de recherches sur la Koubaïsiyat. Alors, plutôt les Américains, mais on a aussi une Française, notamment Lavoie, qui en a parlé un petit peu, Valérie Lavoie. Mais en fait, ces recherches-là sont souvent dans le cadre des recherches sur l'islamisme en général.
Et donc, en cherchant comment l'islamisme évolue, on a découvert, enfin, les Occidentaux ont découvert que l'islamisme n'était pas justement strictement masculin, ce qui était une vision fausse qu'ils avaient pendant assez longtemps. Donc là, aussi avec la perspective gender qu'on a aujourd'hui dans l'académie, dans le milieu académique, que ce soit français ou anglo-saxon, on essaye aussi de mettre en avant le rôle des femmes. Et ce qui est intéressant avec la Koubaïsiyat, c'est que ça peut justement, je pense, être source de confusion pour les Occidentaux qui regardent ça. Parce que d'un côté, ils sont tentés de voir ça, eux, avec leur perspective gender, la place des femmes, et donc peut-être l'émancipation des femmes, alors quoi, c'est peut-être plus, je pense, un nouveau visage de l'islamisme en général, et l'islamisme qui est quelque chose d'assez tentaculaire, qui prend des visages toujours nouveaux, et c'est quelque chose de très diffus, qui est difficile à cerner. Et quand on voit les discours, je crains au contraire, je me trompe peut-être quand je dis ça, non, mais j'ai l'impression que c'est les... plus islamisant que ce qu'on avait avant, et ça va même encore plus loin qu'à l'étroit des frères musulmans. D'accord, très bien. Bah, je te remercie. Merci Alexandra. Tu veux ajouter quelque chose? Je pense qu'il y avait deux. En fait, les intérêts sont particuliers avec les valeurs. Elles ont tout intérêt, à mon avis, à avoir des relations avec le pouvoir pour justement prospérer un peu plus. Mais à mon avis, à terme, leur véritable projet, c'est pas d'avoir une Syrie laïque, c'est au contraire d'avoir une Syrie plutôt islamique. Donc si elles peuvent, elles vont, à mon avis, pousser l'évolution de la Syrie dans ce sens-là et pour contrecarrer les laïcs, parce qu'aujourd'hui, avec la fin de la guerre, on voit qu'il y a justement des laïcs qui revendiquent des réformes. Il y en a eu quelques-unes assez timides, mais il y en a eu qui ont été prises. Et ces femmes-là ne peuvent pas accepter ça. C'est deux projets contradictoires pour la Syrie. Donc il va forcément y avoir un combat idéologique à un moment donné. Je ne sais pas si c'est un projet pour la Syrie. Un projet pour la Syrie, il concerne les autres femmes syriennes. Merci beaucoup, Alexandra. Merci à vous pour vos réflexions et vos réponses. يعطيكم العافية. بدي أقول بس على جوابا على سؤال السيد عن تأثير الحركة الدينية بما فيها القبيسيات في سوريا على المدارس. كون أنا كنت مديرة مدرسة بهذه الفترة، نهاية عام 2000 تلقينا قرار من وزارة التربية بالسماح بالحجاب بالمدارس، أما إنه كان ممنوع. كلنا بنعرف بقرار 29 ايلول 1983 حمله رفعه الاسد بنزل الحجاب والى اخره. شغله ثانيه، انا من مدينه حمص، يمكن ثاني مدينه تاثرت بالقبيسيات وبالفكر الديني النسوي. كان ملاحظ جدا، على سبيل المثال انا بذكر احد المرات اعلنوا عن مثل يعني للأطفال في المركز الثقافي حركة ثقافية للأطفال خاصة بالأطفال، مركز ثقافي من كل عائلنا، رحنا أنا وصديقاتي وأخواتي وأخذنا أولادنا. الأغاني الدينية عم تصدح، السيديات كلها قصص الأنبياء، قصة عائشة إلى آخره. فكان واضح، وكلنا بنعرف زيارة بشار الأسد لجامع طلائع نور بداية الثورة أو الأحداث. كل هذا كان لنا. شغلة ثانية، كان في مناهج كنا نعرف، خاصة مناهج التربية الدينية، الكم الهائل فيها من الآيات القرآنية اللي لا تقترب من لعقلية الأطفال. كنا دائما كمدرسين كنا نجمع تواقيع إنه ألغوا هاي المادة، حطوا بدالها التربية الأخلاقية تكون افضل كذا. كلنا بنعرف هذا الصراع الطويل اللي دارت سوريا حول الشيء اللي ما لقى اي استجابه. شغله ثانيه، كنا نحكي انه طيب اللغه العربيه ليش لا تحطوا عثمان بن عفان وابو بكر وما بعرف شو بدروس القراءه؟ طيب في له كتاب دياني، ليش كمان هون؟ والايات القرانيه اللي لا تمت لعقل الطالب بسنه نواهب كعابه وما بعرف شو، يعني الكبار ما بيقدروا فسوا هيك. نعم. هي فما بالكم بالاطفال. نعم. النقطة اللي أشرت لها، بس في شغلة مشان قرار الحجاب. هلا هن سمحوا بالحجاب بس منعوا الخمار. كان بعض الأنسات يجوا على المدرسة مخمرين. نعم. فهن منعوا إنه لبس الخمار داخل المدرسة، وكذا أنسة انفصلت
بالمدرسه بيصاب ارتداءهم للخمار. نعم يلي تفضلتي فيه كثير مهم الحقيقه، وبالسياق كله يلي لاحظناه انه كل ما النظام كان اقرب ل يعني لثوره تجاهه، ثوره اجتماعيه او فكريه، او بده يحتوي اكثر، كل ما كان يعطي هالامتيازات للتيارات الدينيه، سواء بالسماح بالحجاب بهالفتره هي اللي هي بعد اصول بشار الاسد، وبنعرف انه كان في بشكل او باخر يعني محاولات لهالامر لانهائه، او بعد بدايه الثوره زياره الجوامع او التقرب من طبيسيات والظهور بشكل علني معهم ترخيصهم الى اخره، كل ما كان كنوع من الحمايه لنفسه مقابل السوريين، في حين بنفس الوقت كانوا عم يستخدمها هالاداه هي للتوحيد مثل ما شفنا خلال طيله الندوه والنقاشات. انا بدي اشكركم لانه الوقت ما بيسمح للاسف، مع انه الحوار كثير غني وكثير مفيد، بس ما بيسمح الوقت لاكثر من هيك. بدي اشكركم على حضوركم وعلى الحوار الغني، وبدي اشكركم على شجاعتكم بالماضي وبالحاضر، واللي بتمنى كمان تستمر وتكون اكثر استمرارا بالمستقبل. شكرا. صح، في طلعت ظاهرة القبيسيات وجامع أبو نور ومعهد الفتح وهي الموضوع هذا، بس في فئة كبيرة من المجتمع الدمشقي ما آمن فيهم أبدا، تموا عم يمارسوا حياتهم بالفطرة الدينية كمان، بس بالخفاء، ومنهم كثير، وأنا ناس كثير بعرفها وبتشرف فيها طبعا، انتقلوا أثناء الثورة وتغيبوا، منهم أطباء يعني واستشهدوا أولادهم، وكنا ممنوعين الاقتراب من معهد الفتح من القبيسية. شكرا لكم.